انا بموت. النهارده الجو حر ديرتي. بقول لك ايه، انا لازم اخد املاح معدنيه، مش قادر. طب ما تشرب العصير يا سيدوني. مش قادر يا هدرس، بكسل اروح. وانا مش هدبهولك. مين طلب منك اصلا؟ بقول لك ايه يا سيدوني صح، مش انت كنت عايش في امريكي؟ ايوه. على كده تعرف ميدان فوكس؟ ايه ميدان فوكس ده؟ واه، كيف تبقى عايش في امريكا وما تعرفش ميدان فوكس؟ يا ابني وانت فاكر امريكا دي ايه، كومباوند ولا حي ولا مدق؟ دي قاره كبيره يا ابني مليانه شوارع وميادين. يعني اوصف لي الميدان اللي انت عايزه بالظبط. يعني مثلا اشهر ميدان هناك تايم سكوير. انت فهمتني غلط يا سيدوني، انا ما قصديش ميدان فوكس، انا قصدي ميدان فوكس. اكسكيوز مي، مش فاهم، مش قصدك ايه وقصدك ايه؟ لا دي ميدان فوكس، لكن انا قصدي ميدان فوكس. ما هو انت يا اما عبيط يا اما عايز تقنعني ان انا اتجننت عشان تورثني وتحجر عليا. يا سيدوني ما انت بتقول نفس الكلام، ميدان فوكس وميدان فوكس. طب انا هشرح لك يا سيدوني، انا ما قصديش ميدان فوكس، انا قصدي ميدان فوكس. فهمتك فهمتك، انت قصدك ميدان زي ميدان سفنكس كده او ميدان العتبة، ميدان يعني بس يكونوا بيشقطوا منه زي كده شارع شهاب، صح؟ انت ايه اللي صابك يا سيدوني؟ ده انا الحمد لله بقيت ذكي وبفهم. مش فاهم؟ مش فاهمك يا سيدوني. مش ميدان يعني سكوير؟ انا ما قصديش سكوير، انا قصدي ميدان فوكس الممثلة. خرب بيتك. طب انا هفهمها ازاي دي وانت الجي منفذه على الدي عندك؟ عايزك تفسر الجي وتوضح الدي. ميجان فوكس. ما هو مش شرط عشان ابقى انا عايش في امريكا ابقى عارف ممثله امريكيه يعني. طب ما انت عايش في مصر اهو، تعرف منى شلبي مثلا؟ منى دي حبيبتي يا عم. طير طير، انت اصلا ما تعرفش ان منى ده اسم واحده بنت. انت كنت فاكر منى شلبي ده اسمها لوحدها، اسم مركب زي صلاح الدين، زي فتافيت السكر. بقول لك ايه يا معلم، انا فرهدت، انا هطلع بره شويه. تطلع فين؟ اقعد هنا. في ايه؟ هطلع. اقعد هنا. ليه؟ الدنيا هتمطر كمان دقيقتين. يا عيني يا هدرس، انت اتلحست قوي للدرجه دي؟ ليه؟ ميدان فوكس هو هو ميدان فوكس، بس انت شايفهم مختلفين وبتعرف منى شلبي والدنيا هتمطر؟ انت ما مصدقنيش يا سيدوني؟ لا طبعا مش مصدقك. ماشي. دي صورتي مع مين؟ ايه ده؟ منى شلبي. بس عادي، فوتوشوب فوتوشوب، انا ممكن اتصور بحضن اوباما عادي يعني. بقول لك ايه، انا هطلع مش قادر. اوه ماي جاد، وانت ملبوس ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عرفت منين؟ شفت؟ مطرت. عرفت منين؟ قلت لك وانت ما مصدقنيش. عموما انا عرفت من الاخبار يا سيدوني، انت مش متابع حاجه. كل ده بسبب التغيير المناخي، بسبب وقوع المذبذب على كوكب الارض. ايه المذبذب ده؟ المذبذب ده راجل متردد وقع على الارض. راضي ليه يا سيدوني؟ وانت مش عايش معانا يا سيدوني؟ مش دارب اللي بيحصل؟ معلش انا سلمت 13 ساعه بس ما اعتقدش الدنيا اتشقلبت في 13 ساعه. انا اقول لك يا سيدوني، المذبذب اللي بيحوم في الفضاء وقع على كوكب الارض. او ماي جاد، انت قصدك المذنب؟ ما انا قلتك ده. لا انت ما قلتش كده، انت قلت ما علينا ما علينا دلوقتي. بس ده لو وقع على الارض المفروض تبقى متنا خلاص. لا ما هو لسه ما وقعش، بس هيقع لا محاله، وهو دلوقتي في السكه وعمال بيسقط في نماذج. ايه نماذج دي؟ نماذج اللي هي بش بش اللي من فوق اللي بتنور. طالما المذنب مذبذب يبقى النماذج اكيد نيازك. ما انا قلت كده يا سيدوني. بس انا مش عارف، انا حاسس انك اكيد مأفور الموضوع من عندك لانك مخك على قدك، فمش مصدقك قوي بصراحه. وانت لسه ما مصدقنيش يا سيدوني؟ لا يعني وريتك صورتي مع منى شلبي وقلت لك الدنيا هتمطر ومطرت، اعمل لك ايه؟ اقوم لك بركان دلوقتي؟ وانا لو عملت ايه؟ صعب اصدقك طبعا. طيب انت بتصدق التلفزيون؟ سام تايمز. افتح التلفزيون هتلاقيهم لغوا المسلسلات والافلام والبرامج الترفيهيه وما بيتكلموش عن حاجه غير المذبذب. نرجو من السادة المواطنين ضبط النفس والتزام الهدوء لأن حالة الذعر لن تفيد أحدا. الفاجعة كبرى ولم تسلم منها دولة على وجه الأرض. كل عواصم العالم ومدن العالم في حالة الطوارئ القصوى. باريس، نيويورك، لندن،
وكأن شظايا النيزك استهدفت المعالم السياحية في جميع دول العالم وحتى في مصرنا الحبيبة. فلقد استهدفت النيازك مبنى التوحيد والنور فرع شارع العريش من ناحية فيصل. حفظ الله مصر وشعبها بإذن الله. Oh my God. Shit bull. انت قلت ايه؟ Shit bull. انت عارف ترجمتها ايه؟ يعني كرة الشت. أنا عارف إن معظمكم ما يعرفش بعض وإنه تم تجميعكم من جهات سرية عديدة، ولولا الظروف الحالية ما كانش هيتعرف إن أغلبكم بيعمل لدى الوكالة، وكالة فاسا الفضائية المصرية. أظن كلكم اتعرفتم على بعض، لكن أنا حبقى بالنسبة لكم السيد شين نظرا للسرية، وعشان ما نضيعش وقت ونظرا لخطورة الموقف اللي احنا فيه، السيد ممدوح هيديكم فكرة كاملة عن المهمة اللي احنا بنعملها دلوقتي. السيد ممدوح من خيرة شبابنا ومن أحسن 10 رواد فضاء في أفريقيا. اتفضل. شكرا سيد شين. الجسم الفضائي اللي هيتسبب في الكارثة اللي احنا داخلين عليها دي ناتج عن ظاهرة تسمى بالهطل النيزكي، ودي أدت إلى انفجار نجم موجود في المجرة الكروانية المسماة بقزم كوكبة القوس. وده مش قشع شهابي، ولكن إيه يا ابني؟ ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه المعلومات الفضائيه الغليظه دي؟ احنا مش خبراء زيك في الفضاء، اتكلم كده وقول لنا بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. طيب شوف يا ريس، في طوبه كبيره قوي محذوفه علينا من حته بعيد، جايه لنا بسرعه 75,000 ميل في الساعه. لو ما لحقناش نعمل حاجه خلال اسبوع، الطوبة دي هتفتح دماغ الكرة الأرضية وتفتفتها فتفيت. طب وهي الطوبة دي هتعمل إيه في الأرض؟ ما ياما دقت على الراس فتفيت. حضرتك الطوبة أو النيزك اللي إحنا بنتكلم عنه ده يقدر حجمه تقريبا بحجم محافظة الشرقية. ومن خلال أبحاثنا ودراساتنا الفلكية اكتشفنا ان نقطة ارتطامه بالارض هتبقى في القاهرة الكبرى، وتحديدا في ميدان الرماية. ايوه، بس كل الافلام الامريكية اللي احنا شفناها المراكب الفضائية بتقع في امريكا، اشمعنا المرة دي هتقع في القاهرة؟ لسببين سيد شين. اولا ان دي مش مركبة فضائية، ده نيزك. ثانياً ده مش فيلم، دي حقيقة مرة. طب وإيه العمل؟ الحل الوحيد هعرضه دلوقتي على حضراتكم من خلال هذا الفيديو اللي هيعرض لنا إحنا هنعمل إيه في المصيبة دي. ده النيزك، المطلوب مننا إن إحنا نطلع رحلة إلى الفضاء ونهبط على سطح هذا النيزك، والمفروض ان احنا نزرع في قلب هذا النيزك مواد شديدة الانفجار في نقطة معينة محددة بالثانية وبالمكان. لو انفجر هذا النيزك بعد هذه النقطة هيرتطم بالأرض وهتعمل با، انما لو زرعناها في النقطة المحددة دي هيحصل انقسام في هذا الجسم، فينقسم إلى جسمين متباعدين هيعدي من فوق وتحت الكرة الأرضية زي ما احنا شايفين كده.
ممكن نبقى بنتفرج عليهم وهم معديين كده وما يرتطمش بالأرض، وربنا يستر. ده زي فيلم أرمجدون. زي فيلم أرمجدون والتعويذة وكل أفلام الخيال العلمي دي. طب وليه ما نعملش زي كل الأفلام دي ونستنى لما الأمريكان يبعتوا فريق من عندهم يدمر النيزك؟ لأن الواقع سيدي مختلف ومؤلم. احنا حللنا عينة من الأجزاء اللي سقطت من النيزك على الأرض، واكتشفنا إنه بيحتوي على مادة غريبة جدا، وهي مزيج ما بين مادة الدايجونايت والتترانايت. طب وده معناه ايه؟ معناه ان مفيش حد في العالم عنده المقدرة او العلم الكافي انه يحفر بنجاح في هذه المادة. العالم كله ما تعملش فيه غير دراسة واحدة بس عن هذه المادة، واللي قام بالدراسة دي مصري، وهو الأمل الأخير لإنقاذ هذا الكوكب. الشخص ده لازم يبقى موجود بيننا دلوقتي. يطلع مين البني آدم ده؟ فورس يا بردك، ما قلت لك ما فيش فايدة. اللهم صل على النبي. دش. ازاي ازاي؟ اها. طب بقول لك ايه؟ بلبل، خد يا بلبل ارمي انت الزهر. هو بلبل ارمي ليه؟ لا، ما هو بلبل ده تميمة حظي. انا بتفائل بيه، بص ابتسامته. ما شاء الله يا خلاصي. بلبل دوت اما بلعب طاولة او اونو او اتاري زمان كنت بجيبه معايا وبكسب بحضن الله. ارمي ارمي، اعتبره انا. بورصة، انت بتستعبط. مفيش فايدة بقول لك. بص بقى، اقول لك خد يا بلبل ارمي انت. بلبل رمى وجاب دش. انت بتستعبط من قبل ما تدش. بقول لك يا عم انت، انت بخاوي يا اما غشاش. غشاش؟ اه غشاش. كيف يعني غشاش؟ مفيش بني ادم ربنا خلقه وكل ما يرمي يجيب تشاش. يا عم انت ايه الكلام اللي هتقوله ده؟ ده حظ يا ابوي. غشاش؟ لا خلاص، اعتبر كل حاجه خلصت. الدور ده على فكره بايظ. ماليش صالح انا، انت اللي هتشيل المشاريب دي كلها. انا مش دافع، يعني مش دافع. ايه؟ مش هدفع. احنا طالما اتفقنا يبقى خلاص الكلام ماشي علينا، واللي يرجع اللي في كلامه انت عارف هيجرى له ايه. ولا يفرق معايا، انا من عبدين يابا. عبدين؟ تعالوا يا بس يا بلبل. بلبل الموضوع ده عندنا، اعلى ما في خيرك اركبه. ده طب انا هوريك هعمل ايه دلوقتي. هيحصل ايه يا علي؟ ما ايه ده؟ ايه ايه؟ حضرتك استاذ حزلوم؟ لا هو ده، انا اسمي بلبل. انت حزلوم؟ ده كذاب يا بيه، حزلك ام اهو اهو. انت حزلوم ولا لا؟ انا حزلوم. اتفضل معايا لو سمحت. طب والنبي اسمعني يا بيه، اسمعني والله العظيم، هو ده اللي بيقرص في الزهر. زهر ايه؟ اتفضل معايا لو سمحت من غير شوشره. طب خلاص، انا هدفع كل المشاريب والبشاوات برضه. تشربوا ايه؟ تاخدوا بالله. اتفضل لو سمحت. برضك اتفضل. جاي؟ لا، الدور الجاي. واطي. طب 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 حضرتك ثانية واحدة. خد يا عم. ما قلت لك مفيش فايدة. خد يا عم، الراجل ده مخاوي يا عم. بابو الراحة. ايه ده؟ يعني الموضوع ملوش علاقة خالص بالواد سمي ده؟ انا والله كنت مفكر ان الواد ده واصل قوي لما رجالة حضرتك جم خدوني. سميدت مين يا ابني؟ بقولك نيزك هيدمر الكرة الارضية، محتاجين خبرتك في الحفر. طبعا، يعني حضرتك عاوزين تستفادوا بخبرتي في الحفر في المادة. احنا مؤاخذة، انت عارف بقى يعني ذاكرت العلماء المادة اسمها ايه؟ هي بروفيسور حزلقوم، مزيج ما بين الدايوجنايت والتتراتانايت اللي حضرتك عملت فيهم البحث بتاعك في جامعة موسكو.
اه طبعا، ما اصل انا بحب التخصص، واخد بالك؟ يعني انا اساسا الحفر في الترتلايت هي دي بقى حتتي. ترتلايت؟ حضرتك تقصد التتراتانايت. اه لا، ما احنا بنختصر بقى، ساعات بنختصر كعلماء بنحب نختصر، لان الوقت كالذهب وكالسيف برضك. يعني مثلا ايه، هضرب لك مثال، يعني مثلا الفيسبوك بنختصره بيبقى ايه؟ الفيس. الواتس ايه بنختصره بيبقى ايه؟ الواتس. اللابتوب بنختصره بيبقى ايه؟ لاب. الله ينور عليك. يعني نقدر نعتمد عليك في المهمة دي يا دكتور حزلقوم؟ اه بالفعل، بس ما تيجي نصيح السليك، يعني بلاش بقى يعني تقولي يا دكتور، قولي يا استاذ حزلقوم حيف، وانا ممكن اقول لك برضك يا شيحة. اسم السيد شين، وانت اسمك الدكتور حزلقوم، واحنا هنا في مهمة رسمية، احنا مش قاعدين على ونلعب بول الطاولة. الطاولة ما بتبقاش بولة، البولة دي بتبقى في الكوتشينة، الطاولة بتبقى 10. انا شرفني، انا عمري ما لعبت الحاجات دي، بقولوا لنا الحاجات دي في التقرير بتاعتكم يا اخي. انا كنت فاكرها فورة يا فندم. لا، الفورة في الكورة، نلعب بقى مصر سوريا مصر سوريا، لحد ما واحد بيدوس على جزمة التانية والسخة هو بقى اللي بيبدأ اللي طيب، يعني احنا كده بالصلاة على النبي، انتوا عايزين تستفادوا بخبراتي واطلع معاكم الفضاء بإذن الله، واول ما نحط على ظهر الكوكب افحت بقى. كوكب ايه يا ابني؟ اسمه نايزك. نايزك ما هو سيام يا سيد شين، سيام. يعني الوقت عايزين نطلع من الاخر، يعني من الاخر هطلع الفضاء، اقوم فاحت حطت المتفجرات واجي هابق راجع على كوكب الارض، ونفجر بقى عن طريق الزرار واحنا بعيد. ايوه مظبوط، لانك لو ما نفذتش المهمه دي النايزك هيرتطم بالكره الارضيه ويدمرها في خلال اسبوع. لا لا، ما تقلقوش، يعني ان شاء الله موافق. جميل جدا سيد حزلقوم، شكرا بروفيسور. حضرتك بقى هتشرفنا من بكره هنا عشان نعرفك على فريق العمل اللي هيطلع معاك الرحله. لا 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 لا، فريق عمل ايه يا عم انت؟ انا من الاخر مش طالع الرحله ده ايه من غير رجالتي. احنا طالعين الفضاء، محتاجين رجال عندهم كفاءه وخبره. مش محتاجين يا عم كفاءه وخبره يا عم في الحفر في الترتلايت، مش محتاجين. انا عايز شويه رجاله عصب، وانا عندي الرجاله ده ايه ومعدات نظيفه. امال انتوا عايزين توفروا تجيبوا لي بقى الناس اللي عندكم بقى بياخدوا اقل، واخد بالك، ومعدات صيني، وبعد كده لما المهمه تبوظ ترجعوا بقى تقولوا لي انت السبب، وكاني وماني ودكاني الزلباني. لا، وابن اختي ياباني. مش الدور التحتين. لا يا سيد حزلقوم، زلباني ايه؟ احنا حضرتك جايبين العده اللي موجوده في البحث بتاع حضرتك صفحه 142 بعد التنويه بتاع ديجو نايت، يعني مش محتاجين عده من بره. ثانيه واحده، انت اللي كتبت البحث؟ لا. انت اللي كتبت البحث؟ لا طبعا. يبقى مالكوش فيه. لا اله الا الله. ماشي يا دكتور حزلقوم، هات الرجاله بتاعتك، بس هيخضعوا للفحص الطبي والنفسي هنا في الاداره تحت اشراف السيد ممدوح، لان هو اللي هيطلع معاهم الرحله. مين السيد مدبوح ده؟ انا مش مدبوح. حضرتك؟ اه. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ انا رائد فضاء. قولوا المصحف. والمصحف؟ انت فاكرني مدرس جيولوجيا؟ بسم الله ما شاء الله، مصر فيها حاجات جميله. ايه؟ رائد فضاء. يلا عقبال ما نشوفك عميد فضاء ولواء فضاء وملازم اول فضاء. ربنا يحرسك من العين. ربنا يخليك، انا قلقان معاليك. ما تقلقش، انا عندي الخطه البديله. طب عدم المؤاخذه، بالصلاه على النبي كده عشان اسلمكم شغل نظيف، واخد بالك، شغل المعلم لابنه، شغل فنادق كده تتفشخر بيه وسط اصحابك. إيه؟ على كام؟ على كام ايه؟ بقول لك انت لو ما نفذتش المهمه دي الكوكب هيتدمر، يعني مكافئتك انك تلاقي كوكب يلمك. اه يا دي السكه، الطاجن قرديحي لا مؤاخذه. لا الكلام ده مش هياكل معايا يا برنس، بشوف لكم حد تاني بقى يفحت لكم. مفيش غيرك. قدرني. حد يقول للمصر لا؟ انا ما قلتش كده على فكره، انا ممكن اقول للمصري لا،
بتمسكوني من الحته اللي بتوجع لي يعني؟ انا لو ممكن اخد مليم واحد قصاد اي حاجه اعملها عشان خاطر مصر. مصر حقزها ببلاش. انما باقي الارض بقى، باقي الكوكب على كام؟ انت فاهم قصدي يا ممدوح؟ انت اتجننت؟ عاوزنا نطلع معاك الفضاء؟ ما احنا مش هنطلع لوحدينا، هيبقى معانا صحابنا وحبايبنا، يعني بعزق، دكتور ربيع، اشرف، ده حتى نيزك من غير ناس ما ينداس. يا ابني هي عشوة في الرفاعي؟ هتلم اصحابك واحبابك وكل في ايه يا ابني؟ وعين اشرف ايه اللي يطلع الفضاء؟ ده اشرف ده يعمل خرم في الاوزون اكبر من الخرم الموجود اوريدي. يا عم ما بالراحه يا عم، ما بالراحه. انا الحق عليا يعني اللي لما جات لي السبوبه الحلوه دي افتكرتكم. يا جدعان ده هيطلع لنا منها حاجه كويسه والله. وبعدين خلاص انت يا عم لو قفش مالكش في الطيب نصيب. انا بقى والكبير هنبقى مندوبين العيله. مندوبين ايه يا دي مخبل انت؟ مين اللي هاجي معاك؟ انت فاكرني هتير كيفك؟ مصدق ان فيه مجرة وفضاء وكواكب يا دول بيشتغلوك يا لا يا عم اشتغلوني ايه ده انا وانا في وكالة فاسا شفت المكوك بعناية يا عم يا دي الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا يا دي شغل ايهام ايهام بيوهموك ناقص يقول لي الارض كروية ومش كروية اما معلش ام الارض ايه منبسطة ممدودة على كد نظرك هتجننوني ولا ايه انت دلوقتي لما حد يجي لك من بعيد بتشوفه كيف؟ اكده ولا اكده؟ بلاش تي الارض لو كرويه واحنا فوقه ليه؟ الناس اللي تحت في الصين ما بتوقعش تحت ليه؟ والمحيطات ما بتتلطش ليه؟ والله وجهه نظر برضك يا كبير بس السيد لويس ارمسترونج لما كان على القمر مش ما صوروه كان ورا بين الارض كره مثلا رد جدع قلت لكم ده شغل ايهام حركات امريكاني بيجيبوا العيال الغلابه دول يلبسوهم خلاقات فضاء وخوز وكلام من ده ويدخلوهم جوا مركبه فضائيه يعني معموله يعني كيف الديكور كان السيموليتر وياخذوهم يبرموا بيهم برمتين ثلاثه ونزلوهم فين مدينه الانتاج الاعلامي بتاعت هوليوود ويقول لهم ها انتم على القمر يفرحوهم ويعملوا شويتين بتوعهم يا حبيبي الجرافيك ما خلاش حاجه خلاص دلوقتي تلقى الاسد بيتكلم والقرد يرد عليه استغفر الله العظيم يروحوا فين تاني كم الجهل اللي في الحوار ده يدمر الكون كله مش كوكب الارض بس ده انتوا اخطر من نيزك يا راجل مش ممكن المصيبه ان في منكم كتير انتوا شريحه في منكم كتير وعادي لو انتخبوا صوتهم بيتسمع زي اي صوت دكتور جامعه مفيش اي فرق وانت اساسا ازاي اتحطيت في المنصب اللي انت فيه ده ازاي انت عمده بدماغك دي ازاي في منصب قيادي وانت سريع تعالى هنا يلا بحث ايه اللي انت عامله ده بحث ايه يا ابو بحث اسمه الحفر في ماده الايه الترتلايت يخرب بيتك مفيش حاجه اسمها كده اساسا لا ونقوه هو دول على الناس كلها يوم القيامه هرب ولا ايه انت ماسك يا عم في الايفا وسايب الحاجه المهمه بقول لكم يا جدعان دي لقمة جميلة هيطلع لنا فيها بالميت كل واحد مش أقل من 23,000 جنيه ولا أنت مستوعب أنت رايح تعمل إيه؟ هتنقذ الأرض أنت مستوعب؟ على رأيك هار أسود ما تعقدهاش يا عم الموضوع سهل بإذن الله إحنا لا مؤاخذة معانا العدة ومعانا الرجالة والحفر مش عايز فقاقة إن شاء الله هتهدى بإذن الرحمن ها جاي معايا ولا مش جاي؟ أنا ما اطلعش معاك مشوار للمانيال عاوزني أطلع معاك الفضاء لا وإيه؟ عايزني أشترك معاه في تدمير كوكب الأرض خلاص اتفلق بس اشهد يا كبير أدينا هو جبت له شغلانة حلوة برا الكوكب وآخرتها بيبمك عليا معلش أخوك جوني وأنت عارفه من صغره هو بيحب الكوكب ده وما يسيبوش واصل عيل محلي طب وأنت إيه؟ هتطلع معايا ولا أنت هتطلع محلي روخر؟ لا طير انت طير انا عصلة كمان اسبوع عندي بس المرمايه كده في كوكب زحل اخلصها واجي لك على طول بسم الله ما شاء الله لا لو كده تمام ربنا يبارك لك يا عم ما بنحبش قطع العيش يلا يا ادي المزدوحه من هنا يلا يا ادي القلق بيت طابخ ماشي بس خليكم فاكرين لما تبقى تنجح المهمه ده ايه ما تجوش تتمحكوا فيا بقى وتقولوا احنا اخوات حزلقوم
يا خيبة أبوك في عياله. ده لو كان عايش كان زمانه اتشل بعد اللي سمعه ده. أنا قصدي عليك أنت. أنا؟ بعد كل اللي صرفه عليك أبوك، كل اللي عمله عشانك ودك أمريكا وخلاك بني آدم، وبعد ده كله تقول لي الأرض كروية وبتلف بتلف يا دي ملدوع. لا 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 بقول لك إيه، لا بقول لك إيه، اسمع كده واهدى. أنا ما رضيتش أحرجك قدامه عشان هيبتك، إنما هتزيط الأرض كروية كروية، وما رضيتش أحرجك، وسبب إن الناس ما بتقعش من تحت والمحيطات ما بتتليلش علشان في حاجة اسمها جاذبية أرضية بتمسك الحاجات، إنما هي كروية وبتلف يا جاهل. أنا هعوم على عومك، أنت صح ماشي؟ قال لك الجمل ركب النخلة، قالوا هادي الجمل وادي النخلة. دلوك لو الأرض كروية وبتلف وبتدور كيف ما بتقول، أنا هنا دلوك وعايز أركب طيارة أروح الناحية التانية. لو طلعت بالطيارة ولفيت هتقعد تلف ما نخلصوش عاد، مش حوصل في يومي. لكن لو كيف ما أنت بتقول كانت الناس طلعت والأرض لفت ونزلت بطرح ما يا أسطى نزلني ليه وانزل في مكان صح ولا لا يا مخبل؟ طير عقل الواحد. أنت صح، أنت صح. أدخل. مساء الخير سيد شين. مساء النور يا سيد ممدوح. أرمجدون برضو؟ سابع مرة أتفرج عليه من ليلة امبارح. المهم طمني، السيد حزلقوم وصل هو المجموعة بتاعته؟ هو على وصول يا فندم، بس الحقيقة أنا متخوف جدا من اللي اسمه حزلقوم ده، راجل مريب كده في كل حاجة، حاسس إن هو هيودينا في 60 داهية فوق. وكمان ما تزعلش مني حضرتك، يعني أنا حاسس إن على قلبك مراوح. يا سيد ممدوح أنا شغال في جهة سيادية، والمراوح اللي على قلبي دي جزء من الخطة الكبرى للتمويه، يعني المروحة جزء من مفردات اللعبة. لكن حضرتك قلقان يعني؟ قلقان طبعا. طيب وما تخافش، أنا عندي الخطة البديلة. عظيم. طيب ممكن حضرتك يا فندم تطلعني على الخطة دي؟ لو السيد حزلقوم هو والمجموعة بتاعته فشلوا في تفجير النيزك، أنا هفجر النيزك بالصواريخ النووية وهم عليه. يا لهوي، إزاي يا فندم؟ كده في خطورة كبيرة جدا على سكان الأرض، دي إشاعات نووية ونيلة. كمان حضرتك ناس يا سيد شين إن أنا هبقى فوق في النيزك اللي حضرتك هتفجره ده. ياه، آه صحيح، والله أنا كنت ناسي. طب خلاص خلاص، انسى انسى الموضوع اللي انا كلمتك فيه ده خالص. سيد شين، سيد ممدوح، ارجوك اسيب رؤية وكريم لمين؟ في عينيا. ايه؟ في عينيا يعني لحد ما ترجع تستلمه مني بالسلامة وترجع بالسلامة ان شاء الله. بقول لك ايه، عايزك تطمن لي السيد حزلقوم جه هو المجموعة بتاعته ولا لا، واعمل لي تقرير مفصل بالحالة. طيب عن اذن حضرتك. عن اذن. الو، اجهز لي بالخطه البديله. هات بقى ناحيتنا يا حزلقوم. يا استاذ عملت لاند الطياره عندي. متاسف جدا على التاخير دكتور حزلقوم. هصرفها منين؟ انا اسف جدا. مين دول؟ تيم ويرك، فريق العمل بتاعي. طيب ممكن تعرفني على واحد واحد فيهم دكتور حزلقوم؟ دكتور ايه؟ دكتور حزلقوم ذات تصلحه دكتور حزلقوم. يا عم بقى اوكي اوكي هعرفكم على بعض. سيد ممدوح فريق العمل. اهلا وسهلا. انشانتي. تعرف هو ايه ده؟ تعرف وانا بقول لك عرفني على الشله. يا دكتور عرفني على دور كل واحد فيهم في المهمة، ايه؟ ايه المعدات اللي محتاج لها؟ تعرف علم بروفيسور. هو لازم كل واحد يبقى ليه دور في المهمة؟ نعم. طبعا لازم كل واحد يبقى ليه دور في المهمة. بقول لك ايه؟ انا عامل معاك واجب.
انا بالصلاة على النبي جايب لك فريق متكاسل. متكامل قصدك؟ ايه؟ انا سمعتها متكاسل، متكامل؟ متكامل، متكامل، انا قصدي متكامل بس بتلخفن، كلمة بتلخفني، زي كلمة مستشفى. في ناس كتير قوي بتقولها مستشفى. مفيش مشكلة تبقى العسامة عادي، المهم مين دول؟ فريق العمل يا عم. ثانية واحدة. هجرس، قوم يا بابا. ده هجرس. هجرس ده ساحر ولا مراكبي ولا ايه يعني؟ لا يا عم، ايه هجرس ده مش هتكلم عنه، هو هيتكلم. هجرس. ايوه. كاتش. يعني قول يلا اتكلم. اتكلم بس؟ ايه، معاك الكابتن هجرس، اخصائي في التفجير والتدمير وخبير في التنكر. بيتنكر للجميل، تعمل معاه واجب يطلع واطي. اهلا دكتور. كابتن هجرس، عشان بكفش. اهلا كابتن هجرس. بحتبره بقى دراعي اليمين. خبير؟ اه، ده دراعي اليمين. ودوت بقى سالم. بحتبره دراعي الشمال. لألف سلامة على دراعك. الله يسلمك. المهم دوره ايه في المهمة؟ يعني تقدر تقول بيعمل نفس عمايل هجرس بس على أقل شوية، عشان كده بحتبره الشمال. في الحفر والتفجير يعني؟ اه، في الحاجات دي. ودوت بقى أشرف. بحتبره فخذي اليمين. أنا مش فاهم إيه حكاية أعضائك دي يا دكتور، فخذك ورجلك ودراعك، وظيفته إيه يعني؟ سلامة الشوف يا عم، ما هي باينة، كلك نظر، الأمن والأمان، ده اللي هيمسك تأمين الموقع. تأمين إيه؟ إحنا هنبقى في الفضاء. لا بقول لك إيه، ما تقوليش فضاء وما فضاش وتتشنج على دي طريقة شغلي لو سمحت، مش عاجبك مشيني، أنا ما بعرفش أشتغل إلا والدنيا متأمنة، على رأي الأستاذ هاني شاكر، ولو الليالي عليك أمن ولا تخون، فأنا بأمن بقى. هاني شاكر ايه وتأمن ايه؟ طب فهمني يا دكتور، انا مش فاهمك دلوقتي، هو هيعمل ايه فوق؟ مين هيسرق المعدات؟ ايه تي مثلا؟ لا بقول لك ايه، معلش معلش يا جماعه، عشان احنا كده شكلنا هنفركش كل حاجه. انا بصراحه حاسس في كلامك بنبره استهزاء وسخريه مني، انا ما بحبش اشتغل في الظروف دي. ما انا مش فاهمك يا لا انت بتتريق عليا والكلام ده، وعلى فكره اه ايه تي ممكن يسرق، ليه ما يسرقش؟ مش ايدي ده اللي بتلات صوابع؟ ايوه ايوه، اللي بيهدي صوت القمر ويأجر عجل من ابو الجوخ باين؟ ايوه هو ده، شكله غريب كده. مش هو ده؟ قصدك على ده ولا انا؟ انا 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 اسف، اسف يا دكتور لو انا غلطت في اي تي او حسيت مني بنبره سخريه، انا بس محتاج اعرف وظيفه كل واحد بالظبط ايه في المهمه. شكرا. تمام تمام. ايه دكتور ربيع؟ ده الطبيب المنافق، الطبيب المنافق للفريق. منافق ازاي يعني؟ مدعي؟ لا يا فندم، المرافق، بس هو برضو في يعني. اه في ناس بتتلخبط برضك. زي المستشفى والعسامة. الله ينور عليك، الله ينور. وتخصصك ايه يا دكتور؟ امراض فضاء وولادة. في حاجة برضو اسمها كده يا دكتور يا محترم؟ ايه ده، انت بتكذبني ولا ايه؟ لا، في ساركازم كده، في مش عاجباني النبرة. اه ايه امراض فضاء دي؟ اسأل عليا في وكالة ناسا، تعرف حد بعينه جوه وكالة ناسا؟ الحقيقة لا. طيب. الحمد لله. ودي بقى الكريزة، بمبوناية الرحلة. يا هلا. عسل يخرب بيتك. هي خرصة ولا ايه؟ لا بكمة، دي فرحة، قسم البوفيه. بوفيه؟ ها يا عم، طريق طويل يا عم، يعني حد من الرجال عايز كوبايه شاي، حد عايز سندوتش حلاوه، نفسها جميل. وبيني وبينك برضك تنضف ورانا، الواحد برضك يعني على راي المثل، ايد الراجل ما تخشش الشقه. اه فعلا عندك حق، لانه برضه ما ينفعش نسيب النيزك كده مليان زباله بعد ما نمشي. امال ايه اهل النيزك يقولوا علينا ايه؟ صحيح. وهتمسك الكانتين فوق؟ لا هو تيم واحد، لا هو ده، هي دي ادوارهم في المهمه بقى. اه اه. طب ده شيء جميل جدا، أتمنى لكم رحلة سعيدة مريبة. طيب بالنسبة للتقارير اللي معايا دلوقتي، أنا هرجو منكم تتفضلوا معايا عشان هتخضعوا لبعض الاختبارات الطبية والنفسية لقياس مدى قدرتكم على أداء المهمة. ماشي، تفضلوا. قولي بقى دي ايه؟ نازك كده؟ دي يهودية. ودي ايه؟ أنا كنت نازل. أنت كنت في مشكلة في الاستيعاب عندكم ولا في ايه؟ حضرتكم هتتفضلوا معايا في اختبارات. ماشي. ايه اللي ماشي؟ ما يلا. في يلا ايه؟ اتفضلوا معايا يا فندم. ما احنا متفضلين، ما يلا. اسمع انت. انا اسف.
ده في مشكلة كبيرة. يا ممدوح، ايه الاخبار؟ سيد شين، انا احب ابلغ حضرتك سيد شين بكل المودة والحنان ان احنا رايحين في 60,000 داهية في الثانية. امال مودة ايه بقى وحنان ايه؟ انا قلت حضرتك يمكن ما تصدقنيش او ما تقتنعش بالتقارير، فانا جبت لك السادة الاساتذة الدكاترة بنفسهم يحكوا لك على اللي شافوه. يا اساتذة اتفضلوا قولوا لنا ايه تقاريركم. مبدئيا كل اعضاء الفريق غير لائقين جسمانيا للمهمه دي، معظمهم بيعانوا من امراض زي فيروس سي وبالهرسيا، ولياقتهم البدنيه منعدمه، ده غير ان حالتهم ضعيفه جدا. بس مفيش حد فيهم غير اللي اسمه اشرف، ده هو اللي حالته فريده شويه. فريده ازاي يعني؟ بصوا يا جماعه، الراجل ده انا اول مره اشوف حاجه زي كده. لما عملنا له اشعه لقينا اعضاء زياده في جسمه، لقينا 5 كلاوي و4 كبد و3 قلوب، ده غير الاوانس. وبالنسبة للسلطات لقيناهم في علب يا فندم، ده حتى جهاز الرنين المغناطيسي كان هينفجر لما حاولنا ندخله فيه، كأننا دخلنا حتة حديد او معدن. بس ارجو لو انتم مش هتستخدموه في المهمة دي تسيبوهولي اجري عليه ابحاثي انا. وبالنسبة لتقرير الطب النفسي، الفريق كله غير لائق، كلهم عندهم امراض نفسية حادة، ده في واحد فيهم بيقول انه دكتور، انا متأكد انه نصاب، بيقول واخد شهادته من كلية طب القصر العيني في برلين. يعني ما نقدرش نستأمنهم على مصير الكوكب. ولا تستأمنهم على كلب لولو بشعر كنيشي. طب وبالنسبة لقدرتهم على جمع المعلومات والحياة في الفضاء الخارجي؟ زفت زي الزفت، دول يدمروا مجرة بحالها. اهدى اهدى بس يا سيد ممدوح. اهدى ازاي؟ حضرتك ما تعرفش حاجة، 4 منهم ما يعرفوش يعني ايه اكسجين، فاكريننا بنتنفس حاجة اسمها هوا ربنا. نصهم يا فندم، والله العظيم بدون مبالغة، نصهم ما يعرفوش ان الارض كروية، بيقولولي الارض دي كليمة زي البساط احمدي، ووريهم في فيديوهات ووريهم في صور مش مقتنعين، يقولك ده جرافيك. وكلكم يا فندم ووجهة نظرهم عن الجاذبية، فاكرين ان الجاذبية دي علاقة بين الراجل والست. هقول كمان. خلاص خلاص اهدى اهدى يا سيد ممدوح، فكرتك وصلت. للأسف يا جماعة مفيش قدامنا غير المجموعة دي عشان تنفيذ المهمة. ايوه ايوه حقا. لا ما تقلقش تقلقش يا ممدوح اخوي، احتبر الموضوع في بيته. ماشي يلا. لا 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 الله. يا جماعه المكالمه اللي جات لي ديت خلاص حسمت القرار، احنا تم اختيارنا كجروب عشان ننفذ المهمة. والله كنت حاسس. انا كنت قلقان جدا. ومش بس ظبطتكم في طلعة الفضاء، لا كمان الاكل والاكسكلوسيف. لا يا بوي، انا هاخد الجاموسه معي عشان اشرب لبنها. جاموسه ايه؟ هيقول لك اكسكلوسيف. استاذنك انا الاكسكلوسيف ده بيتعب لي معدتي. لا ما انا عامل حسابي برضه، عشان كده باذن الرحمن ان هو طلع معايا فرحه. حبيبي نفسها جميل قوي في الطبخ بصراحه. عايزك بقى تعمل لنا شويه سندوتشات جميله، شوكو دودو ومفتحه وخرز البقر وفطير وملوحه وشويه بقى عسل اسود كده حلوين بالطحينه، اصلك برضك محدش عارف يعني، يمكن ما يبقاش في حاجه فاتحه فوق. استاذنك في سؤال رفيع كده، بالنسبه للطيران احنا ايجيبت اير ولا لوفت هانزا ولا اماريتس؟ عشان اخويا بس عاوز يوديني المطار اعرف الجيت وكده يعني. انت عاوز تهرب صفقه ادويه فاسده ولا ايه؟ انت ايه يا عم هتهزر؟ بقول لكم يا جدعان، والنبي يا جدعان الحكايه دي في وشه، وانتم مش شغالين مع حد قليل في السوق، ما تخلوش رقبتي قد الترتره. اسمع يابا، في اتوبيس باذن الرحمن جاي ياخدنا من هنا، مكيف وصديق البيئه بالغاز الطبيعي، مش بتاع البني ادمين، غاز طبيعي تاني بتاع الارض. ده هياخدنا باذن الله لوكاله فاسا، ومن هناك هنركب المركوب الفضائي بقى يطلع بينا باذن الرحمن على طول دايركت،
مفيش ترانزيت، مش هننزل في زحل. طيب بالنسبه للشوبنز يا استاذ حزلقوم، هل نعمل حسابنا في الشنط ولا الدمارك هيكفشوا علينا؟ بس يا بهيم انت، احنا طالعين الفضاء يعني مفيش حاجه خالص فتحي عشان نجيبها معانا. طب بالنسبه للتليفون، اخد معايا الشريحه من الجهاز عشان اكلم ابوي ولا اكلمه هناك من نايل سيت على طول؟ طيب اديب مايو معايا ولا الدنيا برد؟ انت عبيط يا ابني، مايو ايه اللي عايز تاخده معاك ده؟ وانت فكر اساسا هيبقى عندنا وقت ننزل البحر؟ يا ابني الوضع هيبقى ضيق، محدش هيبقى فاضي حتى يورش لنفسه. يا جدعان يا جدعان، والنبي التركيز التركيز، عايزين نركز شويه، احنا داخلين على ايام سودا. بقول لكم يا جدعان، العالم كله هيبقى عينه علينا، انتوا دلوقتي متمثلوا كوكب الارض، اهم حاجه الشياكه. عايزين نلبس كويس عشان نبقى شكلنا بروفيشنال، لان العالم كله عينه علينا، انتوا في وشي واحنا بنمثل العالم. مش عايزين بقى حد من الصين يلسن علينا، ولا حد من كوريا، ولا حد من اي اذربيجان. ماشي يلا انتوا كده ممكن تقوموا تحضروا نفسكم عشان بكره هيبقى الاكلاع. وحاجه اخيره، أمانة عليكم، لو ليكوا حد بتحبوه قوي أو قريب قوي، روحوا سلموا عليه وودعوه، علشان يا عالم محدش عارف في المكالمة الكوني هتبقى بكام. في هذا اليوم الجليل في تاريخ مصر والعالم، ومن أمام وكالة فاسا للفضاء، تتوجه أنظار العالم بأجمعه إلى أهم حدث في تاريخ البشرية المعروف، وهو حدث إقلاع المكوك تحتمس 13 مكيف. النهاردة يوم حاسم في تاريخ البشرية، هتتشرف فيه وكالة فاسا للفضاء بمهمة إنقاذ مصر والكرة الأرضية من الدمار الشامل. وعاوز أدي الفرصة لمجموعة الشباب يتكلموا ويعبروا عن نفسهم. إحنا لازم بقى ندي فرصة للشباب عشان هم المستقبل ويعبروا عن نفسهم. لكن قبل ما انهي كلمتي، احب اقول لكم ان الرحلة دي هتعرض على الهواء مباشرة من قنوات النيل المتخصصة. واحب اقول ان اللي حيفوتوا الرحلة ممكن يتفرج على الاعادة في برنامج مع بندق، ده حيبقى بالليل، واللي مش فاضي يقدر يتفرج في الويك اند مع كابتن حمادة امام في برنامج التعلب. هنتفرج على اعادة لاهداف الرحلة، وبالمرة نتفرج على ملخص لاهداف الشامبيونز ليج. ما كفاية كده يا سيد شي. كفاية ايه وانا لحقت اتكلم؟ اتفضل يا سين. ارجوكم يا جماعة، يا ريت اللي عنده سؤال لطاقم الرحلة يسألوا في عجالة، علشان احنا يا دوب نلحق نطلع الفضاء. شكرا مستر حزلقوم. ايه قالك حزلقوم؟ تكل انت كده ركن على جنبي يا دوحة. عمر يا عسل. مستر حزلقوم، وانت رايح في مهمة انقاذ الكوكب كله، ايه احساسك؟ والله احاسيسي متلخبطة، اخد بالك؟ يعني متلخبطة كده في قلب بعضيها، زي كيس الكشري اللي كنا بنشتريه لما كنا بنزوغ من المدرسة، فاكره؟ الاحساس بقى الغالب زي كده ما بتقول للراجل زود المكرونه، يعني اكسايتد. مستر حزلقوم، ايه اللي ممكن يحصل لو فشلتم في مهمتكم؟ فلا الله ولا فلك يا عم، انت جاي تفول علينا انا ولا ايه؟ انت من كوكب تاني وجاي تتشافى فينا ولا ايه؟ شكله انت إليام يقعد إليام عامل فيها مذيع ارضي وعفريته لابس من كونكريت، ده جاي من نيزك يتنيزك علينا يا جدعان ولا ايه؟ عموما الاجابه سهله يا عم الاور، احنا بالصلاة على النبي كده لو فشلنا الارض هتتخرق من النص وتتحرق من الطروف زي قلب الكريم كراميل كده، خد بالك؟ وبعون الله مش هنقولها لك. دكتور ربيع،
دكتور ربيع سوري. دكتور ربيع تقول ايه لكل الموجودين النهارده معانا وهم كلهم امال في حضرتك وفريق العمل انكم تنقذوهم؟ نو كومنت. بس عندي تعليق. انا مش اول مره اطلع الفضاء، وانا صغير بيبي صغير كده كان في على ايامنا، مش عارف انتوا تفتكروا ده ولا لا، لبان اسمه بام بام. اللبان دوت كان لو فاكرينه كان بيجي اعلانه لو بام بام بيقدم جوائز بيقدم جوائز، كان بيجي راجل كده صوته جراف كده من القرار كده يقول بيقدم جوائز. فاكرين الاعلان دوت؟ الاعلان دوت كان له البوم تجمع المشاهير ولعيبه الكوره وكده فتكسب رحله فضائيه. فانا الحقيقه بعد ما جمعت كل حاجه اللي كان معصلج معايا شويه وتعبني كابتن شوقي غريب، ما كنتش لاقيه خالص. وبعدين لقيت واحد صاحبي وجاري اسمه توتا بيقول لي بيعه، كان بيقول لي بيعه انا صغير وكده، بيعه انا لقيت لك شوقي غريب. يا سبحان الله، حطيت البتاع وجريت على عبود عشان الحق المكوك، فقالوا لي للاسف المكوك طلع، انت ممكن تلحق بتاع 9:30 في احمد حلمي. ودي قصتي مع الرحله الفضائيه وقصتي مع بام بام. للعفو عليه. بام بام بيقدم جوائز. سالم؟ ايوه. اهو موري. انا اهو. انا سالم، انت سالم؟ انا جايز تكون غلطت ولا حاجه. ورا. اوكي خلاص مش سالم انا. ايه يا عسل؟ سالم، ايه اخر حاجة تتمناها قبل ما تغادر الارض وتطلع رحلة انقاذ الكوكب؟ امنيتي لما حقق حلم ابوي وامي اطلع الحاج والحاجة في طيارة ويحضروا الكلاسيكو ويتفرجوا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. مستر هجرس. ايوه انا مستر هجرس. ابعد، انا مستر هجرس. ايه اخر رساله مستر هجرس سبتها لاهل بيتك قبل ما تسافر المهمه؟ الحقيقه انا ما قدرتش اقول لاهلي على الرحله عشان ما يتخضوش عليا، فاضطريت اكذب واقول لهم انا رايح اصطاد سمكه التونه العنيده. ربنا يسامحني. المهم انا عاوز اهل الارض يطمنوا، ان شاء الله هنفضل النيزك في ميعاده وهنعمل توب سكور، ولو عندنا وقت هنعمل لكم مفاجاه، هنسد خرم الاوزون، هنعمله بمونيكير شفاف عشان ما تحسوش باي اختلاف. وعشانك يا صفاء انا طالع الفضاء، ما تقوليش انا عايزك، انا رايح افضل نيزك. شكرا. هتعمل لي الابنودي يلا. مستر اشرف. إيه اشرف؟ ايه ثانيه واحده، مش هتسالني اكلتي المفضله ايه؟ مستر اشرف، حضرتك ليك معجبات كتير جدا من كافه انحاء العالم وخاصه من كوريا واليابان، حضرتك تحب تقول لهم ايه النهارده؟ قول لهم ثانك يو فور اول ماي بيبي ان ايفري تين كانتريز. اي لاف يو، اي لاف يو، سيم لاف مي. فرحه. وسع يا حاج. ايوه متفائله بالرحله؟ مش المهم دلوقتي انا متفائله ولا لا، المهم اني قدامكم والاول مره على شاشات التلفزيون، واحب اقدم لكم موهبتي اللي هي الغنى، واقدم لكم اغنيتي الجميله ما تاخدنيش كبش فدي اني مشافية، اني بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرقة. انا اللي بتقطع وبايظ من جوايا. أرجوكوا يا جماعة، عندنا مهمة لازم تتنفذ، كل شيء محسوب بالثانية. في نيزك جاي علينا بسرعة 75,000 ميل في الساعة، أرجوكوا ما تعطلوناش، ما ينفعش نتأخر. ادعوا لنا بالتوفيق. وها هم الأبطال يصعدون الآن إلى المكوك حطمس 13 الذي سوف يأخذهم إلى النيزك المدمر. إنهم خيرة شبابنا وأمل مصر، ليس فقط مصر بل العالم أجمع. نحن على ثقة أنهم سوف يدمرون النيزك. خيبتكم من مكة سالمين، يحملون بشرى للغد. طو زي ما راحوا زي ما جو. الله العظيم ما عاد قضوش نحكي العيال عليكم. على هذا الكوكب العيال دول فاسين فوق النخلة ولا يلا
اللي يمشي ورا الحزن القوم ما يخلقش من الله. هنا مش عايز اي دوشه، دي منطقه حساسه. Don't worry man، انا مش هزلهوك، ما تقلقش. يا سيد نون، ايه الاخبار؟ تمام يا فندم، احنا جاهزين للانطلاق. بسم الله ما شاء الله. مودي، مش ممكن، فين من ساعه ما جيت لحضرتك لما كان قد كده في اعدادي؟ بسم الله ما شاء الله. ما بحبش التلامس. مودي مين يا عم انت؟ ده السيد جوني اخو دكتور حزلقوم، جاي معانا هنا عشان يتابع المهمه. وبعدين ايه دودي ومودي بتاعتك دي؟ انا ما عنديش في البيت الكلام ده، وانا برب رجاله. على طول يمد ايده، مد ايده من غير ما يعرف الناس مين. الو، اهلا كوكي حبيب بابا، وحشتني. فين بوس الدادي؟ فيك بيبا فيك. يا رب يا ساتر. الله، بسم الله ما شاء الله. تعشق بالبستان سنتر. يا رب صبحنا وربحنا ومن عبادك ما تفضحنا. احلى استضاحي على الكل. ايه ده الراجل السنجاب ده؟ انت مين يا عم انت؟ معاكم اللص علي، اقدم سواق في هيئه النقل العام الفضائي. اسوق مكوك، سفينه فضائيه، لانش فضائي، وباخد دوره تدريبيه في كيفيه سواقه المكن الفضائي مركب جاوي. قولوا المصحف؟ قول المصحف. يا جماعه مش اي حد يسوق الجاوة ده. بقول لك يا برنس، تعرف انت بقى ترفع حصان وتعمل واحد همبليه اتنين فرقعه في الشكمان ورا؟ بعمل اربعه في الشكمان ورا. يا ريت يا جماعه ما نقرفش بعض في السفريه، وكمان ما نقرفش عم علي عشان الراجل كبر وخرف. لا ما خرفش ولا حاجه، هو بس خلقه بقى ضيق شويه، يا دوب بيعمل مشاوير على القد. وبعدين الراجل ده كان شقاوه، كان سرعوه فضائي، كانوا مسمينه علي زو. ايه؟ علي زو. اشمعنى يعني زو؟ كان بيشق الفضاء زو. بس دلوقتي خلاص بقى زربيو. لا زربيو ايه، عيب، هو بس نظره ضعف شويه وكبر وخرف. يا سيدي ما خرفش ولا حاجه، والنبي ابقى سوق على مهلك سوق، خلي الدنيا تروق، وبلاش غرز ومطبات عشان معدتي ما تنقلبش وممكن استفرغ لكم. انا ما بحبش السواقه الغشيمه. لا لا لا، سلامه بطنك سلامه. غشمت ايه؟ لا اطمني خالص، اصلني الطريق صاحبي وصديقي وحبيبي. وكمان عندي مبدأ، ريحها في الغيارات تدلعك في المطبات. أحب المانجي الأوسي ولا المفعصة؟ الملهلطي. إيه يا عم، مش وقت غزل ده يا عم علي. لا لا لا، ده غزل عفيف. عفيف إيه يا راجل راعي شبتك؟ أنا راجل شريف. يلا يا جماعة اتفضلوا اقعدوا على الكراسي، والنبي يا أخوانا كل واحد يلزم أي كرسي ويشد الحزام. يلا يا اخوانا والنبي كل واحد يقعد مكانه اتفضلوا عشان نتوكل. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت يا جدعين؟ بشرب سجاره يا عم خرمان. خرمان ايه ومنين انت؟ يابا الطريق طويل قدامنا لسه. يا جماعه يا دنيل المهببه، يا جماعه لو سمحتوا مش عايز طفي السجاير على الارض. لا انا بطفي في كفي ايدي. وهترمي في ايه؟ على الارض. كمان يا اخواني لو سمحتم، انا مش عايز طفي السجاير على الارض ولا تفتفت لب لو سمحت. لا يابا ده مش لب. امال ده ايه؟ كاجو. كاجو؟ كاجو ايه؟ كاجو ايه؟ حرام عليك، ده الكاجو ده اسود قد كده اهو. يا عم انت بتفتي يا عم، وايه اللي قشره قد كده اهو؟ وانا بقول لك باكل بطيخ. اطفي السجاره دي. طيب اكفي السجارة دي. انت بتعمل ايه؟ اطفيها يا عم. تطفيها فين؟ في تانك البنزين. انا مش عارفني يابا ان ده تانك البنزين. هنموت كلنا. طب اطفيها فين؟ هات السجارة دي، هات السجارة دي، هات السجارة دي. حلوة السجارة دي صح؟ اه تبقى لمونت، انا بحطها في علبة ميريت او مارلبورو عشان تبقى شكلها هايم. خسارة، لسه عروسة ما
ما علينا ما علينا، ادي المكوك اهي يا جماعه لو سمحتم، والنبي الله يخليكم انا لسه مسح المكوك في منزله التعاون ودافع دم قلبي والله، فلو سمحتوا خلي الرحله خفيف خفيف عشان نعرف نوصل. عم علي. ايوه. تاكل شويه بندق؟ بندق ايه؟ انت يا عم مش سنجاب؟ سنجاب ايه؟ سنجاب ايه؟ ده البندق ده ايش قد كده اهو؟ يا عم انت عمرك ما اكلت يا مش في حياتك قبل كده ولا ايه؟ والنبي يا اخواني خلوا الرحله خفيف خفيف عشان نوصل بسرعه، ولا يا سياده الملازم بتشوف الناس بتوعك. لا اله الا الله. ركزي يا فرحه ركزي عشان هيشغلوا فيلم دلوقتي. يا رب يشغلوا حرامية في كيدي تو. لا أنا عايزة تكا تكا بوم. كيدي تو أحلى. والنبي الأخ بس اللي عمال يحكيه في كتف زميلته اللي جنبه، تخليها في حاله ويخليه هو في حاله. إيه بلاش شغل الست إيه دي، مش عايزين نجازي. إيه دي رحلة طهرة مطهرت. ماشي اقعد على بعضك. أنت تقصدني يعني؟ اقعد على بعضك. إيه ما أنا قاعد على بعضك. اقعد على بعضك. ما أنا قاعد على بعضك. اقعد على بعضك. فسوس يا أخي. المكوك ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. مش عارف الراجل ده مديني احساس انه مودينا الفيوم مش الفضاء. استاذ ممدوح. نعم. هو حضرتك مش هتيجي بنت نخشه كده وجميله ولابسه جيبه وتقف كده ولابسه فيست اصفر وتقعد تقول لنا بقى الكمامه بتنزل منين وننط زي من الطياره وبتطلع بسبوسه احمر كده تقوم واخده منه شفطه؟ لا مفيش يا دكتور الكلام ده في الطياره. ليه يعني؟ انا لا عشان الطيارة مؤنث والمكوك مذكر. أمرك سيادتك كله تمام جاهزين للانطلاق. ياه قستوا الزيت وظبطوا المية؟ تمام سيادتك. هو حضرتك بتتكلم على 132 برتقاني ولا أصل مش ممكن تكون بتتكلم على المكوك؟ مش ممكن. هطلعوا الفضاء ب 32؟ اسكت خالص. توكل على الله. ظبطوا الكاوتش على 30 وجهزهم للانطلاق. تمام سيادتك. طب حضرتك خليهم ينجزوا علشان الشبوره مش هيمسكوا طريق هم؟ هطلعك بره. طب ايه انه هيبقى مرور طفح. القاعدة هيوستن إلى تحتمس 13 بسم الله الرحمن الرحيم. في خلال 10 ثواني هيبدأ الانطلاق. 10 9 8 6. ايه في 7 في النص؟ أنا قلت 6 قبل كده. لا أنت ما قال 7؟ نط الأربعة يلا. 4 3 2 1. أنا خلصت. في صفر. صفر. قول انطلق. انطلق. مش ممكن. وبالنبي. وبالنبي. إيه؟ المكوك باظ؟ لا أصل أنت لازم تكريك لها كده وأنت بتدور المارش. الكوري كله كده. هو المكوك ده هونداي؟ لا ميتسوبيشي. أه يبقى ألماني بقى. طب عدم المؤاخذة هو انت مستحمي ومتوضي؟ متوضي من الفجر وما نقطش؟ وبالنبي ¡Suscríbete al canal!
يا سلام، ما أحلى الفضاء. سبحانه. نحن الآن خرجنا من الغلاف الجوي إلى الفضاء اللانهائي. نرجو من السادة المسافرين فك الأحزمة والاستمتاع والاستجمام بالرحلة. افرحي يا دي القادر، افرحي يا دي القادر، هياك عروسة مودر، هياك عروسة مودر، افرحي يا دي المندرة، افرحي يا دي المندرة، هياك عروسة سكرة، هياك عروسة سكرة، رش النيزك مايك، رش النيزك مايك، عروسة الغالي جاي، عروسة الغالي جاي، رش النيزك كاكولي، رش النيزك كاكولي، عروسة الغالي منقولي، عروسة الغالي منقولي. احنا اللي عملنا لكم الحيط، احنا اللي عملنا لكم الحيط، ايوه يا نيزك وستيروس، ايوه يا نيزك وستيروس، احنا اللي عملنا لكم الحيط، احنا اللي عملنا لكم الحيط. فضائي يما، ماله يا بنتي، حرسني الوستي، خلاني ماشيه على المكو، ايوه شد الملايه قطع لي البو، ايوه وسكسك سك 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 بالليمون، واللي بحبه طلع مجنون، وسك سك 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 بالكمان، واللي بحبه طلع حنان، وسك سك 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 يا باشا. أم تحزم مرقص معاهم يا باشا، فيك احنا في رحلة. انت اللي بتقول كده يا عم علي، فاكرين نفسهم رايحين حديقة الفسطاط، حنا بلدي هي باشا. وانا يهمك تخلص بس المهمة، أول ما روح إن شاء الله هحبسهم كلهم، أحلى نص شنب يا عم علي. سكسك حصلت سكسك في المكوك، لا تعمل حاجة والله أنا عارفك. إيه؟ لا يا ماشي. وانسي الدنيا، ضمنك وانسي الناس، ضمني وانسي الدنيا، مش في رحلة للقناطر. يا باشا خليك في رحلة، احنا في رحلة. فعلا رحلة. طب أم حمادة عنده بطة بتعمل كده أهو. لا 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 لا، بلاش البطة حزين، أنا عندي فوق البطة. ابعد البطة حزلقوم، هنموت كلنا. يا عم دي مجرد بطة. لا لا أنا بخاف من البطة. لا يا حزلوم بلاش البطاره، يا عم دي بطه. لا لا حزلوم. بص انا على حاجه احتمارها وزه. بص لا 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 لا. اوبا، دي لمبه السربنتينه طفت، انا اروح اشيك عليها وبالمره ازود الريتير ميه. اتفضل سعادتك. اوعى تنام مني يا عم علي. ما تقلقش سعادتك انا مفنجل. استاذ ممدوح، عايز ايه؟ تشرب ميه؟ مش عايز منكم حاجه. حسب البطه. مساء الفل يا ابو خير. مساء الفل يا هندسي. استاذ ممدوح بقى شاك نفسه علينا، عزمت عليه بميه رفض، عارف ليه؟ ليه؟ عشان مش معدنيه. اتفضل. تشكر يا هندسي. ما تزعلش، هم اولاد الناس كده. ليه متخرج من الجامعه الامريكيه ولا مؤاخذه يعني بيقعد على كشتي ياكل سيزر سلط؟ الكلام الفاضي ده. ايوه عارف الناس دول. اساسا الميه المعدنيه اساسا بيجيب الكلى عشان فيها معادن. هو عامل معاك ايه؟ هو ايه؟ المكفوك. لا زي الفول. جراي؟ جراي وبيجري. ما شاء الله، جراي وبيجري؟ انت شغال عليه بقى بقالك قد ايه؟ انا شغال على المكفوك ده من 89. ما شاء الله. امال ده احنا من رواد. ما يبانش عليك، بسم الله ما شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت كده وانت ماشي في طريقك؟ ربنا يستر طريقك طبعا. لما بيطلع عليك حد فضائي يثبتك وكده تتصرف ازاي؟
انا بتعامل معاه بالنطوة الفضائية. ايه ده؟ يا ابني الايه؟ ساموراي صايع. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ عارف بقى لو بيطاف خلو طن لما تضرب بيها اي حد ما يلمش الجرح. لا انا ببيتها في نيون. في نيون؟ فكرة برضك. جربت بيتها في يورانيوم؟ جربت. تلمت تاني يوم. طب تاخد شوية بندق؟ بندق؟ مش انت سنجاب؟ سنجاب ايه؟ سنجاب ايه؟ يا اخي قوم بالكف يا حرام عليك. انا عندي طار. في ايه؟ في ايه ده؟ لو راح مني ده هنروح في ابو جلال كلنا. يا عم هو عصب يا عم. الحقني سعادتك. مالك يا عم؟ بقيت سنجاب على اخر الزمن. مين اللي قال عليك سنجاب؟ الشلل وسنجاب. قال عليك سنجاب؟ قال عليا سنجاب سعادتك. سيد ممدوح. النيزك. النيزك؟ تن تن. حضرات السادة أفراد الطاقم رحلة A12، نرجو منكم الإفاقة الآن. سنبهوا شوية كده، نحن على وشك الهبوط على أرض النيزك. نرجو ربط الأحزمة والتزام الكراسي. شكرا. من تحتمس 13 للقاعدة هيوستن. من تحتمس 13 للقاعدة هيوستن، هل تسمعني؟ من القاعدة هيوستن إلى تحتمس 13. أسمعك بوضوح، ابدأ الإشارة. يبدو الآن أمامي على الشاشة أنه توجد زمجرة كهرونيزكية، وهذا ممكن يؤدي بنا إلى هبوط حاد في الدورة المكوكية. هيبقى فيه شوية اضطرابات بالصلاة على النبي. شكرا. نتمنى لكم الهبوط سالمين، وسنظل على اتصال معكم. إيه ده؟ هو إحنا هنتنيزك؟ مش هنتنيزك ولا حاجة، ما تقلقوش ما تقلقوش. قولوا الشهادة بس. جيب الهواء بسليم يا رب. كنا ماشيين زي الفل، انا عارف ايه اللي حصل لنا. الله يموتوا. لا لا بعد الشر ما تقولش الكلام ده. ما هي ده. اصبر بس اصبر بس. النقطة بتاعت المكوك اختفت من على الشاشة. اختفت؟ وده معناه ايه؟ من القاعدة هيوستن الى تحتمس 13. هل تسمعني؟ حول. هل تسمعني؟ حول. ده مفيش رد. مفيش رد؟ وده معناه ايه؟ معناه ان الاتصال اتقطع بين القاعدة وبين المكوك. نفتح حنان ونتسلى شوية. انا جاهزة خلاص. هذا واقف مراسلون الآن أمام وكالة فاسا الفضائية المصرية، حيث يسود القلق والتوتر نظرا لوصول أخبار مؤكدة أنه تم انقطاع الاتصال بين المكوك تحتمس 13 والأرض. إن مصير هؤلاء الأبطال الآن غير معلوم، وبالتالي مصيرنا غير معلوم، ولا يبقى لنا الآن إلا الدعاء لهم بالعودة سالمين. كده يا فندم يبقى في احتمالية ان المكوك انفجر اثناء الهبوط. يا بني ادم شايفني حاطط ايدي على اورتي يعني بفكر. سوري انجز. ما خدتهاش في الجامعة دي. سوري. اوف. اعمل ايه؟ ايوه. لو الارسال ما رجعش في خلال ساعتين يبقى ما فيش قدامنا غير الخطة البديلة. اجهزوا ببلان بي. اجهزوا.
ايدي. شايف العلبة دي؟ شايف الثلاث صغير دول؟ انا بصباحي ده هدوس على الثلاث زراير دول، هيطلع ثلاث صواريخ بثلاث رؤوس نوويه هيفجروا النيزك باللي فيه واللي عليه. انت مجنون؟ النيزك ده عليه اخويا والله. والمصحف؟ طب خلاص بلاش، انسى انسى اي حاجه انا قلت لك عليها. لا 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 ثانيه، ما ترجعش في كلامك. ايه دي؟ شوكولاته. شوكولاته باللوز. انت بتهزي بتقول اي كلام. انا بهزي وبقول اي كلام؟ نيفر. شفتك شفتك، عيب عيب تعملوا كده، عيب. الحركه دي بطلوها من الثمانينات. بقول لك ايه، اخرس خالص، مش عاوز شوشره ولا هطردك من القاعده. كبير. ايه؟ نووي؟ هيضربوا حنزل قوم الرجاله بالنووي كيف؟ يا وجع مربربة. طب بقول لك ايه؟ اخر الناس اللي عندك وانا جاي لك دلوقتي. سلام. حزلقوم، سيد حزلقوم، سيد حزلقوم، هل تسمعني؟ سيد حزلقوم، هل تسمعني؟ أنا بطشية. حزلقوم. أنت كويس؟ هل تسمعني؟ بالكاد بالكاد بالكاد. ده أنت كويس يعني ولا إيه؟ مش فاهم. بالكاد أسمعك كويس. يا سويت الكاجو فرط. فين الكاجو؟ بقولك يا عم واحد، ابوك بتقول للوسطى سين جابني وقعت الكاجو في الارض. كان معايا قرط اصحاب العزيز فرط مني برضه. يا نهار اسود. دكتور ربيع، السيد حزلقوم شكله بيخطرف، شوف ماله. لا لا لا، لا بيخطرف ولا حاجه. تقدر تقول ان هو عنده دوار بحر مش اكتر. معقول؟ دوار بحر ايه واحنا في الفضاء؟ انت بتشخص غلط. هو احنا جينا للفضاء هنا في ايه؟ سفينة فضائية. مظبوط. والسفينة بتمشي عادة او دائما فين؟ في البحر. مظبوط. وبما ان عندنا سفينة وعندنا بحر يبقى في دوار بحر. مظبوط. ده غير ان احنا اساسا بنسبح في الفضاء. وبنسبح يعني بنعوم. معلوم. وبنعوم يعني في البحر. يبقى كان ايه لزوم بقى التطاول وقلة الادب؟ يا جماعة الامر لا يحتمل. يا عم ما بالراحة، يا عم ما بالراحة. أول مرة نطلع ومش عارفين إيه اللي حصل فيه. إيه المخبط اللي حصل دي؟ اللي حصل إن المكوك هبط هبوط غير ناجح، وده أدى إلى تحطم أجزاء في المكوك ولازم يتم تصليحها. أري السود، يعني إحنا خيشنا المكوك شايس؟ هو خيشنا دي وصف علمي دقيق للي حصل، إنما لسه ما وصلناش لمرحلة إنه شايس. عم علي بيصلحه، ما تشغلش بالك انت. طيب يا جماعة دلوقتي لو لا قدر الله ما عرفناش نصلح المكوك، هل في مكان قريب نركب منيه واحنا راجعين، ولا نكسب وقت ونكلم الونش الفضائي يجي يسحبنا؟ هو اللي انا اعرفه ان في هنا قريب موقف ميكروباص ممكن نركب منه بالظبط تاني يمين من الفواهة البركانية. انا زهقت. انت بتتريق صح؟ طبعا. وش؟ طب يا جماعة مش وقت تريقة، انا مش عايزكم تقلقوا. دلوقتي عم علي بيصلح المكوك، لازم دلوقتي نتجه لمكان الحفر وبسرعة. طيب ما نحفر هنا دم بالمكوك، على الأجل لو الشمس نجحت علينا نلقى ضلة نحتمي فيها. رحايل. صحيح. ليه لا، فعلا ممكن نعمل كده فعلا ونحفر جنب المكوك لو احنا هنلعب بيه. لكن المهمة دلوقتي دقيقة ومحددة ومكان الحفر معلوم وبدقة، لازم نعمل كده بسرعة وإلا العملية هتفشل فشل ذريع. ما تتكلم يا سيد حزلقوم. طبعا يا جماعة لازم نفشل فشل سريع. سريع سريع يا عم، انا قلت سريع. طب يا جماعة من فضلكم، احنا دلوقتي لازم نروح ناخد الخوز ونتجه لمكان الحفر. لو سمحتم جهزوا العدة وتعالوا ورايا.
تجرس. خيالتن هتمشي يا جدع عادي زي بقية الناس. زي بقية الناس كيف؟ واحنا على الأرض، احنا على الفضاء، لازم نمشي مخصوص. لا يا راجل. ايوه طبعا، هو انتوا ما بتشوفوش افلام ولا ايه؟ لا ما بنشوفش. مش احنا دلوقتي في الفضاء؟ يعني بنسبح في الفضاء، يعني ممكن تمشي كده او كده. والله العظيم عنده وجهة نظر. طب ما تعالوا نجرب يا جماعه. الله، دي رقصتي الغازية. شكلنا جميل خالص. فرقة رضا عن نيزك. انا عندي فضول علمي اسال سؤال، انتوا بتهببوا ايه؟ احنا عدم المؤاخذة بنمشي ماشي في الفضاء. تعال شاركنا فرحتنا يا مدبوح يا اخوي. على فكرة انت فاتك كتير قوي، انت شكلك كده شاب منتوي عشان من اول الرحلة وانت واخد جنب على جنبك كده ومطرف. مشيت الفضاء دي بروفيسور حزلقوم نمشيها في مكان ما يكونش فيه جاذبية، انما احنا على سطح النيزك، الجاذبية اكبر من جاذبية الارض، لان في قوة متماسكة مترابطة اسمها فاندرفال. فاندرفارت؟ عارفه، مش ده لعيب هولندي ده جميل قوي؟ هو ده اللي ماسك الكوكب؟ لعيب في هولندا ايه؟ وبعدين احنا مش على كوكب، احنا على نيزك. ثانيا ما اسموش كوكب، اسمه كوكب. كوكب النيزك ده ماشي بسرعة 75,000 ميل رايح يدمر الارض. ارجوك يا عم ما تعليش صوتك علينا يا عم. لا 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 الله، انت على راسك ليش يا وليه؟ احنا اولى ما زي بعضينا. انت اللي عملت البحث يا؟ لا. يبقى تخرس خالص. بروفيسور حزلقوم ارجوك ما تطلعنيش من خوذة. يا عم روح، يا عم روح بقى، طريقك اخضر بالريموت اللي انت ماسكه في ايدك ده. بقول لكم يا جماعه، الراجل ده عبيط، اللي عايز يمشي بالطريقه اللي تعجبه يمشي بيها. طب سحزلقوم، انا عاوز ادري شويه. عيش. انا ينفع انزل؟ لا انت لا. هنحفر هنا. عدم لا مؤاخذة، اختيارك للمنطقة دي بالذات كلام هلهلي ولا قايم على أسس علمية يا بروفيسير؟ أكيد على أسس علمية يا سيد حزلقوم، ولا أنت شايف إن في مكان تاني لبؤرة الحفر النيزكية؟ إيه بؤلة القرية اللي لوزع إيه ده؟ بؤلة؟ أنا قلت بؤلة؟ أنت لسه قايل بؤلة يا عم. أنا ما قلتش بؤلة. طب ثانية واحدة، قال بؤلة ولا ما قالش؟ جاي. أهو يا عم، أهو كله قال لك قال أهو. يا سيد حزلقوم انا قصدي مكان الحفر، المكان اللي هنفحت فيه. نفحت؟ وده لفظ يقوله علم اساسا؟ انت قصدك على حفرة الحفر اللوزعية؟ طب انا اقول لك كلمتين بيني وبينك كده، يعني ما لهمش علاقة بالعلماء، ده لله في لله. يعني دلوقتي قدر واحنا بنفحت على كلامك بلغتك ضربنا في مياه جوفية مثلا، بلاش دي. افرض ضربنا في بيبة، عارف البيبة اللي هي الماسورة العمومي، سواء كانت مياه او غاز الاتنين ما عملوا مشكلة. لو مية مش مشكلة قوي، يعني لما تتخرم اخرها تعمل تقطع المية على التجمع الخامس من 4-7 هتصرفه بجراكن ولا بحاجة، انما لو غاز هنا تكمن المشكلة، الدنيا هتولع. طب ليه يا سحزلقوم ما تبصش لنص الكوباية المليان؟ اللي هو ايه؟ يعني مثلا لو حفرنا هنا ممكن نلقى كنز او نلقى اثار ومساخيط ذهب، ولا نقطع الكابل بتاع النت ومعرفش اخش على الفيسبوك. شايف يا بيه؟ شايف يا عم العالم؟ انا ليه حاسس ان انت معاك فوق عليا يا سيد حزلقوم؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ما بالراحه علينا يا عم، ما بالراحه كده. قدر يا عم واحتبر، الناس دي جهله ما بتفهمش حاجه. تعالى نتكلم انا وانت كلام علمي. اتمنى. قدر ان الارض دي زراعيه، ما جاتش في دماغك صح؟ قدر انها زراعيه، لو دبينا فيها لمؤاخذه هيحصل ايه؟ هتتجرف، وساعتها ربنا مش هيرضى علينا، وهتلاقيه يطلع في عيالك طلع معاك عيلين صغيرين كده مجرفين من فوق قرع. عارف الصح ايه يا باشا؟ نسمدها، نديها اسمها الطبيعه اورجانيك. عارف نعمل ايه؟ نديها فضلاتنا، نتجمع كلنا كده ونديها فضلاتنا، مش مواد كيماويه ومسرتنه. الوقف الامثال يا عم،
زرعوا لناكل وناكل اللي يزرعون. تسمد ايه؟ انت هتزرع كرنب؟ احنا هنحفر هنا خلاص. يا جماعة ارجوكوا قدروا خطورة الموقف. النيزك ماشي بسرعة 75 الف ميل في الساعة. لو ما لحقناش نوصل للعمق المحدد لزرع المتفجرات الكوكب كله هيتدمر والحياة البشرية هتفنى. يا عم واحنا ايه اللي حتفنا هنا بالاساس؟ ومش عشان نحمي البشر والبشرية؟ لا 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 الله. اطمن كده يا عم ما توترناش معاك بقى في الليلة السودة دي. بقولك ايه؟ احنا بعون الله اقل من 10 ساعات هنقوم مزنجفين الكوكب دوت وخارقين وطالعين من الناحية التانية بعون الله. طيب يا سيدي اتفضل خد الرجالة والمعدات واخرق ام النيزك. اقرق ام النيزك؟ في عالم محترم يقول كده؟ انت الفاظك بقت سقية قوي على فكرة. فعلا بقت سقية على فكرة. انا مش هنزل لمستواك. عموما اتفضل حضرتك روح لعم علي في قلب المكوك ماشي، ولما ترجع باذن الله باذن الله هتلقى المصلحة ايدي. احنا لا مؤاخذة الحديد بولي واحنا لامبولينا. ماشي يا سيد لامبولينا اتفضل هات المعدات المخصصة للحفرة النيزكية. ارجوك انجزني. اتكل على الله يا عم اتكل على الله. يا رجالة just do it let's dance يا سحز لقوم. انت بتهبي بيا نيل انت. عم فك يا دكتور عشان نعرف ونشتغله. تشتغلوا ايه؟ هو مش الراجل العصبي ده اللي كل شوية يقول 75 ألف معرفش ايه؟ قال ما تعملوش كده لان ممكن تبوطوا من فرق الضغط. ما البيضة البيضة يا دكتور، وبعدين كده هتتبهدل. ده احنا سايبين بطايقنا هناك راه. معلش يا سيدي مش مشكلة، نفحت يا حبيبي ولما تتوسخ نبقى نغسلها. تعرف ممكن نديها لفرحة تديها في مين. طيب ممكن قبل ما نحفر ونعفره يعني نريح لنا النصايه كده؟ احنا لسه داين من سفر، وبعدين كده ولا كده هنفضروا النيزك. فيها ايه لما نستمتعوا بيه قبل ما نفضروا؟ كلام علمي سليم، نكوع نص ساعة ونقوم نفرتك لك النيزك. ما ينفعش يا جدعان. ليه؟ والله العظيم ما ينفع. ليه؟ واي؟ ما ينفعش يا جدعان نريح لما نشرب كوبايتين شاي تقال الأول. الله عليك حبيبي. بقول يا كابتن حزلقوم دلوقتي أنا مش حران، ممكن أشيل التكييف دي؟ أصل بصراحة مضايقني والخراطيم ممكن تنقط. تكييف إيه يا متخلف أنت؟ دي شنطة إسعافات. أنت عارف إن أنا روحت أرخص البدلة ديت، المرور قال لي مش هتقدر ترخص إلا ما تاخد شنطة إسعافات. غمست الواد بخمسين جندي عشان ما يقوليش طفاية. أيوه أنت مرور إيه؟ أنا مرور زوحل، بس الحقيقة لما عزلت ودوني بلوتو التكرور. أنت مرور إيه؟ أنا مرور المشترى. حزلقوم أنت مرور إيه؟ أنا مرور بين المشتريات. سلام عليك يا بنتي يا فرحة، الشاي الزين للرجالة الزينة. تفضل. الله، ده شاي نبتون؟ أيوة يا حزلقومة سلومة. تسلم إيدك يا عسل. هدروسة. أيوة الحقيني. خد يا حبيبي. شكراً. الكبير بقى بتاعك. خد. ميرسي يا ماما. تسلم يدك. إمه تجمره بحاجة تاني؟ يا دماء احنا دلوقتي هنشرب الشاي ده كيف؟ سؤال مهم جدا. ينفع ارفع الخوذة اخد شفطة وردعها بسرعة عشان ما تخنكش؟ ينفع ترفع الخوذة خالص ولا ترجعها ولا بتاع؟ الله، هو احنا يا جماعة لما بنتنفس بنتنفس ايه؟ هوا ربنا. واللي هنا ايه؟ مش هوا ربنا برضو؟ هوا ربنا. يا راجل ارفع، احنا نسمع كلام الراجل الخارف ده. ارفع ارفع. صح صح. خلي يا عم انت عبيط ولا ايه؟ تسمع كلام الراجل المجنون دوت؟ الله الله الله. بقول لك يا برنس، هو انت اللي عامل البحث؟ حيا لا. يبقى تخلص خالص. ما ينفعش يا ادرس، مش اي حد يقول لك حاجه تسمعها وخلاص. ده يا بابا مش كلام علمي، اي حاجه علميه لازم ان تكون مبنيه على تجربه. تعالوا نجرب الاول. اسمه المنهج التجريبي. أشرف. أيوه يا سي حزلقوم. تلعب خوذة؟ أنا الخوذة كيف؟ تفتح لمؤاخذة الخوذة وتاخد كام نفس وتردها تاني.
ايه؟ حاسس بايه؟ زي ما اكون عطشان وشربت. شفت؟ الله اكبر. لا بس يا جماعه انا مش مكياس برضه. ليه؟ اشرف اساسا مش مكياس. اشرف اصله لا مؤاخذه خارق للطبيعه. ده يا عم بياخد طلق في نفخه عادي بيجيله صداع بس. طب تعالوا نجرب تجربه تاني. سالم. ايه يا شحزلكو؟ تلعب خوذه؟ لا انا عبيط اللي تعال نلعب قفشت الملك. قفشت الايه؟ قفشت الملك. طب بص لو لعبت خوذه هخليك انت والملك تعمل اللي انت عايزين. لا يا شحزلكو. طب تعال نلعب عنكب شد واركب. ايه يا ابني الالعاب الزباله دي؟ تعال شمال صحيح. يا جماعه يلا الشاي هيبرد. بقول ايه؟ انا خرمان، انا اشرب واللي يحصل يحصل. استنى عندك. انت هتعمل ايه يا معتوه؟ ايه؟ الشاي مسموم ولا ايه؟ مسموم ايه يا ابني؟ انت مستغنى عن عمرك؟ لو قلعت الخوذه دي هتموت فورا. في فرق ضغط يا عمي. ما تقفورش صحيح اللي فرق ضغط. فرق كام فرق الضغط ده وندفعه ونخلص؟ وانا بقصر الثلاجات. وبعدين انا لسه عايز لهم كلهم الضغط زي الفل 190 على 130. حتى اشروف عامل ضغط بايد واحده 200 من شويه. ايه ده؟ خرشوف مين واشروف مين؟ احترموا النيزك، احنا جايين مهمه ايه ده؟ الحفره فين؟ نهين. نهين ايه؟ الفحت. قصدك الفحره؟ الفحره. احنا عتمنا المؤاخذه لسه ما استفتحناش. ما استفتحتوش يعني ايه؟ كنا حضرتك لسه بنشرب شاي وانت جيت كبست علينا. انتوا بتهرجوا؟ ده فات 3 ساعات. المتفجرات لازم تتحط في مكانها في الوقت المحدد، والا يبقى كاننا ما جيناش. افهمونا يا جماعه، احنا على نيزك ماشي بسرعه 35. طب ما انتوا عارفين اهو. يلا روحوا هاتوا المعدات بتاعه الحفر. احنا اساسا مش محتاجين نروح نجيب المعدات، المعدات معانا هنا اساسا. هنا فين؟ يلا يا ابني انت واهو، كل واحد يطلع المعده بتاعته. اشرف. ايوه. انت الجروف والاغر. ايه هدرس؟ ايوه. انت الجردل والمعيش؟ لا انا الدردل والكنكه. انت هتهزر يا الكنكه دي تخصص البوفيه، قسم بتاع فرح دكتور ربيع. انت المبرد والملقاط. سليم. ايه انت الولاعة الزبدة. وايه تاني؟ كفاية عليك كده. ايه ده؟ مطرقة وشاكوش وأجنة وجاروف؟ انت عالم ولا نجار مسلح ولا جاي تصلح ماسورة صرف صحي؟ لا بقول لك ايه؟ بقول لك يا عم الحاج انزل مع الحصان وكلمني يابا واحد لواحد كده، احنا علماء زي بعض. بلا علماء بلا نيلة بقى. المعدات دي تاخدها تروح تحفر بيها في الزريبة عندك. انما المعدات المخصصة لحفر أرض النيزك احنا جايبينها معانا في المكوك. ومين بقى اللي قال لك يا عم البروفيسور ان المعدات دي هي اجمد حاجه لحفر النيزك؟ انت البحث بتاعك هو اللي قال. قول والله العظيم. والله العظيم. طب ما اصل دي لا مؤاخذه حواشي. حواشي بملى بيها البحث زي الاجابه بتاع الثانويه عامه، بتكتر كده عشان انتم ايه معدي وناجح. انما المعدات اللي في الجول اهي. انت جاي تحفر في ارض النيزك ولا في ارض اللواء؟ لا لا بقول لك ايه كده خلاص مات الكلام. بقول لك يا ابني انت وهو لموا العده. يلا اشرف. ايوه. لم الشغل يلا وحملوه على المكوك. تعال هنا. مكوك ايه؟ انت فاكر نفسك في البزرميطه؟ نزل ايدك يا هو. نزل. انت اللي هتحفر النيزك يا عم. يا جماعه الله ينعم عليك. انت صلى على النبي، دي ساعه شيطان. لا عظيمه فلان. محدش دعوه بيا. محدش دعوه بيا. يا جماعه صلوا على النبي مش كده، استهدوا بالله، دي ساعه شيطان. اشرف سيب العده. اشرف خد العده. بقول لك ايه؟ بقول لك يا دكتور ربيع ما تدخلش لو سمحت ما بينهم وما بينه. الراجل بيقول كلام غلط فيا، انا مش صغير في مجال حفر النيزك. معلش معلش يا سي حزال جوم، هو اكيد ما يقصدش. وانت يا عم ممدوح يلا هب على دماغه وقول له انك ما هتعملش كده تاني. بس يلا. هو انا بقول حاجه غلط؟ احنا مش جايين عشان المفروض ننقذ ناس مستنينا؟ اسمع يا سيد حزلوم، انا بكلمك دلوقتي بشكل رسمي. الكلام اللي انت بتقوله ده مش كلام علمي.
برضك هيقول لي علمي وادبي ما خلاص يا سي حزلكو. الراجل بيقول لك خايف على الناس اللي على كوكب الارض. راجل نيته سليمه. استحمل بعض يا جماعه، عايزين نخلص النحتاية دي يا سي حزلكم. الكوكب هيضيع مني. ماشي يا اخوي. خلاص يا جماعه، انا بالصلاة على النبي كده عشان خاطر الناس اللي في الارض بس هوافق وامشيها، بس بشرط. انت كمان هتتشرط. اه هشرط. اهدى يا عم اهدى، انت لسه سمعت الشرط؟ بعدين يلا هب على رجليه عشان يرضى عنك. انت بتصالحني على خالتك بالاخر كده؟ الشرط بتاعي عشان اكمل الشغل ان سي مدبوح ده يفارقنا، مش هينفع بصراحه تبقى واقف بصراحه. بس نيجاتيف انرجي. اعوذ بالله. لا يبقى يمشي يمشي. هو انا قاعد عندكم في الصاله؟ يعني المشكله بقت من عندي انا دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، ده هي المشكله فيك من الاول خالص. ما هي مش غلطتك. طيب انا ماشي في 60 داهية، بس هرجع تاني، ولو ما لقيتش الحفر حصل هصدر النيزك ده كله باللي فيه. سامعني يا حزلوم؟ ده اكيد شارب حادق فودكا. ده شغل فودكا بعيد عنك، باين من السواقه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا خرب بيتك يا علي يا سروقي، يا خرب بيتك يا علي يا سروقي. في يا عم علي ما تسيبش ركبي، انا مش ناقص اتنين مساعد وعمود كردان يا سعاده البيت. ده انا بدوق على الجلب بتاعته والتوفيق يا بلاش. يا خرب بيتك يا علي يا سروقي. مش انت مأمن على المكوك؟ يا ريتني أمنت يا سعاده البيت، يا ريتني أمنت. انا قلت الكوري سواقته نعمه وتصليحه سهل واستغلت الاسم. وانت بتسترخص في الفضاء يا عم علي. خلاص خلاص، حاول تلقط اي حاجه في العفشه كده عشان انا عندي كوارث تانية اصلا. كوارث تانية؟ يا نهار اسود. اه ايه اللي حصل؟ جهاز تفجير القنبله عن بعد باص. باص هو وجهاز الاتصال بالارض. يا نهار اسود. والعمل خير؟ خير. انا كل المصايب اللي بتحصل لي من اول المهمه دي بتحسسني ان المهمه هتتنفذ بنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. بص يا عم علي، انا هروح اشوف الاراضيش اللي انا بدول هتبيبه ايه، وهسيب جهاز الاتصال بالارض هنا عندك. تمام سعادتك. لو لقط اي اشاره يا عم علي، اي اشاره هتقولي بسرعه وتعالى لي على هناك. حاضر سعادتك. ماشي يا عم علي. ده النحل ده يا ربي، ده النحل ده. القباء الاولو. الشاي عم علي. تسلم ايدك يا فرحي. الاخبار؟ المكوك خلاص بس خلص؟ لا خلاص، اديني بصلح فيه على الله، اديني بنصمه يا رب نرجع تاني. بلك احمدي ربنا ان المكوك ده مانيوال، تعرفي لو اوتوماتيك كان قفش ما اتحركش. ربنا يكرمك يا عم علي، احسن المكوك ده لو باص كلتنا هنروح في طاقة، ربنا يفتحها في وشك. يا سلام يا سلام يا فرحي، دعوتك دي بتفكرني بالست بتاعتي الله يرحمها. الله يرحمها. ماتت من 5 سنين. كنت في رحلة فضائية انا وهي في كبسولة لحد القمر، طلع علينا كائن فضائي بفاديه راحت الكبسولة قلبي. ماتت لأنها مش رابطة الحزام. معلش معلش ما تعملش في نفسك كده، الحياة بقى من الميت. المهم قولي، لو انت بقى من ساعته ما تجوزتيش؟ أنا من ساعته عايش ومش عايش زي الزومبي. أصل يا عم علي، لا هي مش مسألة أصل، بس أنا ما لقيتش بنت الحلال اللي تقدرني وتقدر وظيفتي. يا سلام، وايه يعني؟ شوف يا عم علي، وحياة بنتي ولع دمها. الست اللي ما تستحملش شغلانة جوزها تبقى لا مؤاخذة ست ملهاش لازمة. ايه دي؟ هو انت عندك بنت؟
لا ده جست حلفان انكس يعني. يخرب عقلك، وقعت قلبي في رجلي. طب طالما جست انكيس وحلفان بس، انا كان نفسي اسألك سؤال. ماشي. هو انت لو تقدم لك واحد شغال على مكوك فضاء ايه وفي أبط 1472 جنيه بعد الحواف حلوين وساكن في باب الوزير مش بعيد ورقم تليفونه عارفاه من لقطته من الورقة بتاعت الأوردر اللي كاتبينها لنا الجماعة بتوع المكوك. الله ده الكونتاكت لاقط من بدري وانا مش واخد بالي. ما تكسبنيش يا عم علي. يا نور النبي يا بسبوسه بالقط. يا سيد نون مفيش اي اخبار جديده؟ احنا حاولنا نحول على قمر تاني بس للاسف الشديد مفيش اي اتصال، لسه الاتصال مقطوع. مفيش ولا قمر شغال ولا قمر، البلد اللي كلها قمرات ولا قمر. طب ما تجربوا الهوت بيرد. الهوت بيرد ده يعني شائع استخدامه في الميدل ايست. ايه ده؟ انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انت لحقت تيجي يا كبير؟ جوني. ايه ده انت تعرفه؟ بنظهر دي اخويا، هو حزن القوم بس البطن قلابه كيف ما بيقولوا. والله طب ما جبتش ليه معاك بقيه العيله؟ مامي وتيتا وخالته وعمته وانتي. متكترش متكترش، انت سيد شين؟ ايوه انا السيد شين. عندي لك سؤال واحد، انت خلاص ناويين تفجروا النيزك باللي فيه؟ انا اللي هضربهم بالنووي. بس انت عرفت منين؟ مع اننا واخدين احتياطات جامده قوي على الوكاله. وكاله؟ دي وكاله من غير بواب يا راجل. ده انا داخل من الباب بقول السلام عليكم دخلوني عادي، وسالت جوا بقول لهم يعني اخطر شخصيه هنا فين؟ قالوا لي ثاني دور بعد ما يفتح الاسانسير، ثاني يمين بعد الكنيف. دخلت لقيتكم تتكلموا على القمار. والله والله دلوقتي فكك من التفاهه دي وخلينا في الموضوع المهم. ما فكرتش يا سيد شيل لدقيقة ان الناس اللي فوق دول قد يكونوا لسه على قيد الحياة ولسه ما انجزوش المهمة اللي رايحين يعملوها؟ يا سيد كبير لازم تفهم ان حياة 6 مليار مواطن موجودين على الكوكب اهم من حياة 8 افراد. يعني ده اخر تقولك والجواب النهائي؟ ايوه. طب عدم المؤاخذة هتضرب النووي ده كيف؟ فين النووي ده؟ في العلبة دي. ايه العلبة دي؟ دي العلبة الذهبية؟ ايوه. وايه المرسوم فوق ده؟ حيوان نووي؟ طب لفين العلبة دي؟ لا دي بتاعتي انا. طب خد العصاية دي. لفين العلبة يا ايه؟ كله يثبت مكانه قسما. بقول لك ايه؟ خد خد خد. اوه ماي جاد، اللي بتعملوا ده يا كبير؟ روح ثبتهم، استرجع لي ايه؟ قسما بالله لا يتحرك من مكانه ولا يغمس ولا يلمس. نصوره قتيل دلوقتي. احنا هنفضل كده لحد ما الناس اللي فوق دول يرجعوا بالسلام. قتل عينك. انت مجنون وهتود نفسك في داهيه. انت مش عارف الوكاله دي تبع مين؟ تبع ليه يعني؟ تبع وزاره البيئه. انت بتهزر؟ عاش عاش قوي. شد حيلك يا اشرف. شدوا حيلكوا، جاتكوا 60 ميل. بقالكوا ساعة بتفحطوا، ما عملتوش حتى خربوش في سطح النيزك. أنا من وين؟ كمل. ريتك هتجابت ده خربط. هتفحط ولا هجيب البنت فرحة تفحط أحسن منكوا من 100 راجل. خا خد ورينا الحفر بقى يا سيد الناس. هيبقى شكلك وحش قوي. انا ما عنديش كرامه، بحب شكلي ما عرفش. هو كده يا حسنكم ابعتوا نجيبوا فرحة تحفر بدالك. برافو عليك برافو عليك يا سالم، شفت ردها لك. انت حزيت ياد مش معناني، ما كلهم بيزيتوا. معلش استاذنك في سؤال، هما مش مطلعينك معانا ام الرحلة دي عشان انت خبير حفر؟ بص ما يشكرش في نفسه الا ابليس،
انا اقول لك اللي عندي. انا بسم الله ما شاء الله عليا واخد دكتوراه في الحفر في ماده الترتلايت. سوري، ماده ايه؟ الترتلايت. اوكي، طب بما انك خبير حفر، ما تشور علينا يا اخي، نعمل ايه في ام الحديده دي؟ انا اقول لك الهمة يا شباب، الهمة، يلا بقى، عايزين ارض الكوكب تطرى عشان تطبع معانا في الفحر. استنى، ما بالراحة يا عم، ما بالراحة، احنا عن نيزك يا عم، مش على مسرح الهناجر. هناجر يا فاجر، يا نهار اسود، بترش مية عن نيزك. انا كنت حاسس من الاول ان انتوا شوية هليبة. لعلمك كده انت نفسها جحيم يلا، والمصحف نفسها جحيم، انت اساسا منافس مني عشان الفكرة الجهنمية اللي انا طلعت بيها، عايز تفطسها وتطلع فيها القطة الفطسة. بلا قطة فطسة بلا نيلة، دي الكلبة لايكة ما عملتش كده. ايه الكلبة لايطة دي؟ الكلبة لايكة. كلبة لايكة دي مادة؟ مادة ايه؟ الكلبة لايكة دي اول كلبة طلعت الفضاء، وكانت نتاية بس ارجل من اي حد فيكو. وبعدين النيزك معلوش مية، انتوا جبتوا المية دي منين؟ دي برضك فكرة من افكاري. المية دي لمؤاخذة من انتاج اشرف، بسم الله ما شاء الله، مللنا الواحد والتلات جرادل. خلي بالك المية دي صبحة بتاريخ النهاردة. الماء عنصر اساسي من عناصر الفحر، وكما بيقول المثل العلمي، اديها مية تديك تراوة. ده كلام واحد جنايني مش عالم ابدا. مية ايه وتراوة ايه؟ المية دي يا دكتور حزلقوم بتزيد تربة النيزك صلابة، وبتخلي مهمة الفحت فيها شبه مستحيلة. ايه يا عم الفتي ده يا عم؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انت بحثك؟ مش انت الوحيد يا بني ادم في العالم اللي عمل البحث عن الحفر في التربة دي؟ يعني حاجة زي كده. حاجة زي كده يعني ايه؟ مش البحث مسجل باسمك؟ طبعا مسجل باسمي، امال ايه؟ بس بصراحة مش انا اللي كاتبه، انا شريه. شريه، انا هقول لك اهو، انا كنت قاعد في تركيا على القهوه مع واحد صاحبي تركي بنشرب قهوه تركي، وفجاه دخل علينا واحد روسي هدومه مقطعه كده، وبيبيع غلبان، بيبيع نعناع عداله وسكر نبات وجلود بطاقه وشويه فليات ومواس وابحاث، واخد بالك؟ فما حدش حاب يشتري منه حاجه ولا ينفعه، صعب عليا. قلت له خد يا تعالى هنا، لا عايز امواس. دفعت له الفلوس، التقيته اداني ابحاث بدل الامواس. اتاري بقى كلمه امواس بالروسي يعني ابحاث. بعدين جيت ادور عليه ما لقيتوش، بفتح الابحاث اللي تاني دي لقيت تحصيل، واحد اسمه الحفره في الترتلايت، والتاني اسمه يلا نخلي البيضة بالطين. يعني هو اساسا عن الهندسه الوراثيه، بيتكلم ازاي نخلي الفرخه لما واخذه بفتحتين فزي البندقية خرطوش كده، فتطلع بالطين، اخد بالك، بروحين تبقى يعني، طلع بالطين، واحده بنيه واحده بيضه. فبصراحه استحرمت، قلت حرام نلعب في خلقه ربنا. قمت رالل على البحث دوت، وبعد كده قطعته رميته، فربنا طبعا يمكن عشان عملت كده فجزاني، فبارك لي في البحث التاني. الله يخرب بيتك، انت ضيعتنا، انت ضيعت العالم كله. يا ريتك خليتك في البيضة والبطين احسن. ما تكبرش الموضوع قوي يا دوحة، معلش حط نفسك مكاني. دلوقتي انت دفعت حق البحث ماشي وسجلته باسمك، تقوم بخلي اي حد يطلع مكانك على الرحلة؟ ما تحضروا لي يا جدعان. لا طبعا ما ينفعش، هي رحلة الكوكي بارك، احنا طالعين الفضاء. الله يخرب بيتك يا حزلقوم، اعمل فيكوا ايه؟ اقلعلك مصد في قلب النيزك. لا خلي بالك فرق الضغط هيفتقك. بالهداوة بالهداوة يا دماعة، محلولة بإذن الله. إزاي؟ إحنا دلوق هنبعت نديب الراجل الروسي ده، مش أنت عارف شكله؟ شعره فلافل ولونه أسمر كيف أسمر وكيف روسي؟ ما الراجل اللي حد يدنن. شفت أعمل إيه؟ استنى يا هجرس، قول لي يا حزلقوم، ما تفتكرش اسم الراجل ده؟ اللهم صل على النبي، عبد الخالق يونج. عبد الخالق إيه؟ يونج. ابعت هات لنا عبد الخالق يانج. نبعت نجيب ايه؟ عبد الخالق يانج. عبد الخالق يانج مين؟ ده صيني ده ولا روسي ولا من موسكي؟ الله يخرب بيوتكم،
ذنب الكوكب كله في رقبتك يا حزلوم. طب خلاص يا جماعة، أدام هي كده كده خربانة يبقى نلم حاجتنا ونطلع نقلبه من هنا. هو أنتوا مش صلحتوا المكوك؟ ونصلحوا ليه؟ ما خلاص خلاص، مفيش حد، مفيش كوكب ننزل عليه. احنا نجيب لب ابيض وسناني وكاجو ونستمتع بالمنظر واحنا رايحين نفرع الكوكب. الله يخرب بيوتكم. ليه كده يا عم خالي يا يونك؟ دي اخلاق علماء. يا رب تموت. تموت ايه؟ ما كلنا هنموت يا ولاد الكلب. سامحوني يا اهل الارض، كان نفسي انقذكم ونعيش في سلام. سامحوني يا سكان الكوكب، سامحيني يا رؤية، انا اللي اكلت الشيبسي مش كريم. سامحني يا كريم، انا اللي اكلت الاندوم يا حبيبي مش ماما. الله يخرب بيتك يا حزنوم. الهي يا رب، العالم كله يتنجد، كله، وانت الوحيد اللي ينزل على دماغك نيزك يخسف بيك الارض. طارق السويد، النيزك كان ممدوح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. ايه، هو كان عصبي بس كان طيب ولطيف، الله يرحمه. ان ما كانش مات بالنيزك كان هيموت بالقهر اللي عملها له الخبير حزلقوم. او كان هيموت مسموم او بخندر في ظهره، ده قدر يا دكتور ربيع. طبعا، بس سبحان الله، شفت التوجيت بتاع الموتى؟ لسه بيقول يا رب نيزك ينزل عليك، راح نزل عليه هو. طيب مش احنا المفروض ندفنه يا جماعه ولا ايه؟ ندفنه يا اجرس، واحنا عارفين نحفر حفره ندفنه فيها نمله لما تقول لي ندفنه. وبعدين خلاص، ده بيجي بابا غنوش. ايوه يا جماعه، اصل مش منظر برضك. طيب نحرقه يا سيدي؟ ما تشيلش هم، كلها 5 ساعة والنيزك يضرب الارض وكلنا نندفن، وكل ده ببركات الكونسلتنت خبير الترترلايت. ترترلايت، انت تسكت خالص. يا جماعة والله العظيم بابا، انت لسه لك عين تتكلم يا خبير الزرطلايت؟ انت منك لله يا شيخ، خلصت علينا. مش احنا بس، انت خلصت على كل المخلوقات بتاعت ربنا، اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. خسارة يا خسارة أهل المزاريط الغلابة، اللي لسه بيروحوا الصيدليات يجيبوا أدوية فاكرين نفسهم هيخفوا ويعيشوا. لا إله إلا الله. يعني يا ربي، بدل ما كنا طلعنا الرحلة المهببة دي، مش كان الواحد يقعد في بيته؟ أجله هيموت وسط أهله وفي بط أمه. إيه القرف ده يا أجرس؟ إيه بط أمه ده؟ انت اكرم لك تموت هنا طبعا وانضف. خلاص يا جدعان، ما خلاص، ده مش وقت نواح، ده وقف اللي احنا نوقف وقفة رجالة، كتفنا في كتف بعض، ايدينا ايد واحدة، ونرفع كلنا ايدينا ونرجع لربنا يخرجنا من البحر دي على خير. بس يا جماعة، انا اللي مقصر في نفسيتي واكل حته من قلبي، ان اهل الارض كلهم وثقوا فينا
واحنا خذلناهم. احنا مين يا موكوس؟ يا موكوس يا موكوس. الله سيب ايديك. هو انا كلمتك. سيب ايديك. هو انا جيت جنبك. سيب ايديك. حسب النيزك. سيب ايديك. استني شويه. سيب ايديك. اصير هيا. انت بتنيل ايه؟ ايه؟ ما تسيب يدها يا دادعنت. وانا مسكت حاجه اصلا. الحقيقه هو ما مسكش ايديها، انا اشهد بكده، هي اللي بتتلكك. باركونا يا جماعة، أنا وعم علي بقينا في فريند شوب، أو تقدروا تقولوا كده إحنا متصاحبين، بس أول ما نرجع إن شاء الله هنعملوا الخطوبة والدخلة في ليلة واحدة. ونكتب الكتاب ونعلي الجواب، بس نرجع يا غزال. إيه ده؟ إحنا هنرجع؟ الله، أنت صلحت المكوك يا عمي سنجاب؟ لا ما صلحتوش، بس محلولة. احنا بس خدنا بريك وجينا نطمن عليكم. لا طمنوا وحطوا ببطنكم بطيخة صيفي. الحمد لله يا جماعة احنا روحنا كلتنا في داية والبركة في البيت. بيقول الراجل ده. بقولك ايه يا عم، سيب ايدي وانا كنت جيت جنبك. امر الدكتور ربيع. هو السيد ممدوح كان صلح جهاز الاتصال؟ أقصد يعني السيد ممدوح الله يرحمه ويبشبش الصخرة اللي فوق نفوخه. يا لهوي اخرسي، ما عندي ستة تفوت على النيزك. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ ايه الغباء ده؟ بقولك صخرة وقعت فوق نفوخه. لا اله الا الله، ده ابن موت. لا ده كان ابن حلال ومسكر. سبحانه، ده انا كنت جاي لأقول له ان الجهاز لقط إشارة، بس الموجة لازم تجري ورا الموجة، عايزة لمؤاخذة طلقة. يا غزال البحر الميت انت. بس الراجل لسه ميت. لا بس خلاص بقى نعلي الجواب. استأذنك في الجهاز؟ اتفضل يا دكتور رفيع. بلاش قلة أدب سفالة. دوس على الزر من تحت. انتظر. ورجعنا لكم مرة تانية على إذاعة 100.6. عايزين نقول إحنا مش هنفقد الأمل أبدا، حتى لو الاتصال مقطوع ما بيننا وبين الناس اللي فوق النيزك، هنفضل واثقين فيهم، وإحنا عارفين ومتأكدين إن هم قد المهمة اللي بيعملوها وهيقدروا يعملوها. عارفين ليه؟ عشان حاجة واحدة بس، عشان هم مصريين. حبيبتي هو
الإرسال قطع من الجهاز، مفيش إشارة. حاجة تزهق، استغفر الله العظيم. من ساعة ما نزلنا على الكوكب ده وتحس ما عمل لنا عمل، مش مكتوب لنا غير النكد. أوري صوت، خدت بالك باللي حصل؟ أيوة، الإرسال قطع. يا دي يا متخلف، لا أنا قصدي لما رميت الطوبة. إيه اللي حصل؟ الأرض اتشقت. استغفر الله العظيم، إيه اللي بيكون ده؟ أنت اتدنيت ولا إيه؟ يعني إيه شقيت الأرض؟ استغفر الله العظيم يا عم، أنت هتكفرنا ولا إيه؟ أنا قصدي إني تقريبا والله أعلم عرفت إزاي هنفحت الكوكب. إزاي بقى عبقرينه؟ كده أهو. صدق إحنا اللي غلطانين إن إحنا بنتكلم معاك أصلا. يلا يا جماعه نغني احنا. بلد عمر الشريف عادي الكمام ابو دم. يا جماعه يا جماعه بتكلم جد والله. دلوقتي انا لما رميت الطوبه عملت لا مؤاخذه خرب، يبقى ده معناه ايه؟ يعني انت قصدك اللي احنا نقوم نلم الطوب كله ونقعد نسكل بيه الارض لغايه ما نوصل للفحته اللي مطلوبه مننا؟ فحته؟ اه يا جماعه صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. بما ان حجارة الكوكب ده بتفوت في ارضيته، يبقى احنا نشيل السلاح بتاع المعاون والمطارب بتاعتنا ونربط مكانها ايه؟ حجر من الكوكب، وبعون الله نفلقه. على رأي المثل لا يفل الكوكب الا الكوكب. بغض النظر على كل الهري اللي انت قلته ده، حقيقة انا مش مقتنع. خير دليل على الحاجة العلمية التجربة. اشرف يا جري. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. برافو عليك، طلعت بتفكر، مع اني بصراحه كلنا كنا شاكين في الموضوع ده انك تفكر. طب يلا يا جماعه احنا مستنيين ايه؟ الوقت بيعدي، لازم كلنا نحفر، حتى فرحه لازم تحفر. لا ما عنديش حريم تشتغل. استنى انت يا جميل استريح وانا اشتغل بدال. ماشي بس سيب ايديك. انا لسه ماسكها. سيب ايديك. طب سيادي التانيه. سيب ايديك. طب حتى صباح. سيب ايديك. الشيف صباح. اكثر علاقه حب في الكون كلها عيال بيها، فعلا كانوا في مجره وطلعوا لبره اشتغلوا. يا غزال يوه 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 أحب البطارق. ابني بقى عشان أمشي. على عيني على رمشي. أنا زعلانة قوي. أنا جاية هنا أبو فاهم، مش جاية شيك. خلاص اقعدي أنت وأنا شيك، ده أنت الأنثى الوحيدة اللي على الدايسك. ماشي. وإيه دي؟ دي دي البنبول الأخضر. كاكو كلامي شفتوا؟ هم دول سبب العقوسات اللي بتحصل لنا من ساعة ما جينا. هي تايتنا غرقت من ايه؟ من ايه؟ لما الواد زرع البت في العربايه.
على العموم اني رايح اصلح المكوك. ما تجي معي تونسيني كذي وانا رايح اصلح المكوك. كوك كوك. يلا بيني. ما تروحش مع الواد ده تقعد هنا. لا لا ده انا عايزها تمسك لي كوبلين، ترفع لي مساعد، تعمل لي كوبايتين شاي، دي الغرض يعني. ولا انت مفكر نفسك في الدويعة يا واد؟ احنا هنعايزك. يلا بيت هتفضل هنا، امشي يا عم فريق روح على المكوك. يلا اخفي. خلاص ماشي، سلام يا غسان. كيفن تاتش. طب حسبي نفسك. يلا يا جماعه يلا هاتوا القنبله معايا. إله إله يا الله يا رجالة. انزل انزل يا ابوي، اديني جنبك يا ابوي، اديني جنبك. يلا الحمد لله الحمد لله كده خلاص تحتبر المهمة خلص. لا لسه. ليه يا عم؟ احنا دلوقتي فحتنا الفحت وحطينا الجنبلة دواها، بس لسه ما نعرفوش الجنبلة دي هتنفدر كيف. ايه كده؟ اهدي. لا يا راجل اول مصحف وممكن برضك تنفجر كده. دي اوقع. في برضك طريقة تالتة. ايه؟ ده لما كنا عاوزين نفجر عشة. لا يا عم بيبقى فيها طايمة. يا سلام يا سلام يا بني آدم، هنفجرها ازاي في معادها القنبلة؟ لا مؤاخذة، هي معروفة عن طريق الجهاز بتاع التفجير عن بعد اللي مع البروفيسور أحي. طب يا عم بدل ما تبكت يا عم وتنمر، ما تفكر معانا في حل يا عم. انا عندي حل، ما نتصل بالناس اللي على كوكب الارض، اكيد عندهم فكره نفجر بيها القنبله دي. ازاي يا ابني؟ ازاي والاتصال مقطوع بيننا وبين غرفه العمليات؟ ايوه صح. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يقطعك الواد ايمن ابن احلام كراوي، هريني رنات من ساعة ما نزلنا على الكوكب. هو انت تليفونك شغال هنا؟ لقط شرطتين من ساعة ما نزلنا هنا، ولقط شرطتين بس انا اصلي عامله على ايه؟ على الهزاز، علشان لما بيرن ممكن يشتتنا عن المهمة اللي احنا فيها يعني. ما تفكك يا عم من تليفوني دلوقتي، مش موضوعنا دلوقتي يا جماعة، احنا في مصيبة كبيرة دلوقتي. ازاي هنكلم اهل الارض واحنا اساسا معناش جهاز الاتصال عشان باي؟ احي علي الطلاق. لا سرحك يا حسن. فتش نفسك في داهية. احنا ناخد نعمل المكالمة الاول بعد كده نقتله. صح. احي يا جماعة، ما حدش يشتم بالاب ولا بالام، انا يتيم وبامي ميتين. بعدين انا اسف لكل عالم سهوه ولكل جواد شهوه ولا قهوه باين؟ اعتقد كبوه. لا حدوه، عشان جواد تبقى حدوه. يا ابني كبوه. لا يا عم، لكل سبع كبوه. يا جماعه يا جماعه خلاص، شوفوا الجانب الايجابي بقى. هو الحمد لله معانا موبايل، نكلم مين على الارض؟ كلم السيد شيحه. شيحه؟ الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. موبايله مقفول. كلم هنا شيحة. بتهزر يا ابني انت؟ واه هي مش بنته. مين دي؟ فكر شويه، مفيش حد مع السيد شيحة ده. جوني جنجون. الرقم المطلوب موبايله مقفول برضه.
كلمهم على الارضي. ما ينفعش. ليه؟ مش عشان اغلى وكده والله، بس ما افتكرش مع النمر. يا عم اطلب لنا 40 دليل. طلع 90 امن. انا يا عم اشرف بالراحه وبالراحه يا اخي. تصدق فكره؟ الو مساء الخير، معاك منى، اي خدمه يا فندم؟ ازيك يا منمون، انت مرتبطه؟ لا ليه؟ دي نمرة كنتاكي ابو الفتى. نعم؟ لا مؤاخذه معلش اصل انا متوتر. بقول لك ايه؟ عايز اكلم وكاله فاسا بسرعه، احنا على نيزك وسرعته 75,000 ميل في الساعه. يا مستر كبير، احنا لازم نتحرك وبسرعه، لازم نضرب النيزك بالنووي والا الوقت هيفوت والمصيبه هتحصل. بس يا دي انت، محدش هيضرب بالنووي الا الابطال اللي فوق، هما اللي هيعملوها ويعاودوا سالمين ان شاء الله. يا سلام، يعني انت واسع قوي في اخوك حزلقوم ده. اوعى تفكر هترشق راسك. نزل يدك، نزل يدك تحت. برضك محدش عايز يرد. والعمل ممكن نكلم برنامج ابلا فهيتا في الدوبلكس ونبلغ رسالتنا. يا سوسو يهدك، انا هجرب مره تانية. يا جماعه مش كده يا مستر كبير، الوقت بيسرقنا، ما ينفعش نوقف مصير العالم عشان حياه 8 افراد. يا عم ده اخوي، اخوي لو كان اخوك هو اللي فوق ما كنتش قلت الكلام ده. والناس اللي هتموت دي مش ولادك واخواتك وحبايبك وناسك؟ يا كبير، انا عارف كويس قوي انت قد ايه خايف على حزلقوم، وانا زيك بالظبط. ما انا اللي كلمتك عشان تتصرف. العالم كله في خطر يا كبير، والناس دي الوحيده اللي في ايديها الحل، ولو وقفنا قصادهم هتبقى انانيه مننا، وربنا هيحاسبنا على كل انسان منعنا انقاذه. عين العقل يا سيد جوني. يا سيد كبير، انا مقدر حبك وخوفك على اخوك، لكن حط نفسك مكان الناس المعرضه للموت، يمكن دي تكون الفرصه الوحيده والاخيره عشان ننقذ حياته. اعمل اللي فيه الصالح. انت هتقفر وترتعش لي ما تخلص، قاعد مستعجل اديلك ساعه. هما في المواقف دي بيعملوا الحاجات ديت. الو، السيد شين معايا؟ لا انا السيد كاف. نقول له مين؟ انا حزلقوم. حزلقوم؟ ايوه اخلص. حزلقوم؟ انت بتتكلم منين؟ من الموبايل يا عم. الو. ايوه. الو، انت بتتكلم من شطي؟ ايوه حزلقوم. مش سامع. ايه بقول لك ايه، انت بتتكلم منين يا عم؟ قلنا من الموبايل يا عم. طب بقول لك ايه، اقفل انت واحنا هنكلمك بالفيديو كول. اشمعنى؟ ايوه علشان انت كارت يا اخي. حولوا لي مكالمة السيد حزلقوم عن طريق القمر الصناعي على الشاشة. أيوه يا سيد حزلقوم. أنا السيد جيم، طمني، إيه آخر التطورات عندكم؟ تطورات الآن الحمد لله. بعون الله إحنا فحرنا الفحرة وحطينا القنبلة، بس في مشكلة صغيرة، إن جهاز التفجير اتفتى. وإيه المشكلة؟ كلم السيد ممدوح، هو هيعرف يتصرف ازاي. ما السيد ممدوح هيتفتح لاخر. ايه؟ نزل عليه نيزك فلقوا، ما فاضلش منه حاجه سليمه غير البوت. لا اله الا الله. المهم خليكم متماسكين. احنا متماسكين والله. الارض مصيرها في ايديكم، في طريقه واحده نفجر بيها القنبله، بس فيها مشكله. ايه؟ لازم حد فيكم يقعد ويفجرها بنفسه. يقعد على القنبله؟ يقعد على النيزك ويضحي بحياته ويفجر القنبلة. بس عادي يا عم، عادي، ما كلنا قاعدين على فكرة. دي بطولة منك يا ابني. لا بعيد عنك، دي خيبة. وانا ما قلتلكش
مش النقود بس، وان عايز سناد طلع كاوتش ملوش في اي حاجه. فلح بس يهجن على البنت فرحه ويسلم عليها. يا جماعه ساكتين ليه؟ ما تزعلوش، احنا كده كده كنا عارفين احنا طالعين، واحتمال نرجع واحتمال لا. مفيش مشكله لما نموت عشان العالم كله يعيش. راجل يا ولد ابوي، راجل. امسك نفسك يا عزل، قوم وقر للرجاله اللي معك تمسك نفسيها. انتوا هتموتوا عشان الناس كلها تعيش، انتوا هتموتوا ابطال يا كبير. ايوه يا شرف. امانة عليك يا كبير، خلي بالك من العيال، خلي بالك منهم، دول غلابة ما لهمش حد غيرك. عيالك في عينيا يا شرف. ايه يا كبير؟ والنبي يا كبير سلم لي على امي. بالله مش كان نفسك هدرس يبقى حاجة يا كبيرة وتفتخر بيه قدام الناس؟ هدرس هيضحي بنفسه عشان الناس تعيش وانت تفتخري. هدرس دلوقتي عريس في الدنة. بقولك استنى استنى يا كبير، قول لها هدرس راح فرنسا يشتغل وهيبعتلك فلوس كتيرة قوي. بس انت والنبي يا كبير ابقى ابعت لهم بتاع 20,000 يورو كل شهر. ابقى شوف الموضوع ده، ما تقلقش. بقول لك يا كبير، في حد دمبيك سامع؟ العالم كله هيسمعنا يا ادرس. طب خليكم شاهدين يا جماعه ان الكبير هيدي 20,000 جنيه للناس بتوعي. يورو يورو صح، بس يا جبن صلب. يا كبير قول لأهل المسارية ما يزعلوش يا كبير، إن السالم هيموت. ما تخافش، محدش هيزعل لو أنت مت عادي. ولي يا كبير، عايزك تروح للواد علي وسة اللي كان عايز يعلقني وتقول له خلاص يشوف نصيبه ويتجوز. فرحة لقت نصيبها ولقت اللي يعلق، عم علي سنجاب. أستاذنك؟ يا كبير مساء الخير، أنا الدكتور ربيع. بص يا كبير، انا مش عاوزك تتعب نفسك ولا تقول لحد اي حاجه، لان انا مش محتاج اقول لحد اي حاجه. انا اعمالي بتتكلم عني وجمايلي على اهل البلد كلهم، وما فيهم انت، اوعى تنسى نفسك. اوكي، عايز اقول لكم لو اتفرتك جسمي فانا كفايه اسمي ولا ايه؟ كمان عايز اقول لك على حاجه، استأذنك يعني لو لابد تبلغ حد، بلغ نانيس مراتي، قول لها تنسي تكوني انت اللي مكاني دلوقتي يا نانيس، انت اللي تموتي وتغوري في داهيه، انا موت وانت تعيشي يا بنت الكلاب عشان تورثي العياده وتتجوزي التمرجي. انا صلي على النبي، صلي على النبي يا نانيس، صلي على النبي يا عم، صرمك هيطلع، ربنا ياخدك انت ونانيس. خلاص طلقها واخلص. لا 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 يا جدعان، الامنيات التافهه دي ما تتفقوش بقى بالمهمه. معلش يا جماعه، معلش طولنا عليكم، لا مؤاخذه، احنا نفوتكم بقى بعافيه، يا دوب نلحق نموت. جوني انت بتعيط؟ ما تعيطش يا جوني، ما تعيطش، افرح. لعلمك احنا هنا كلنا فرحانين عشان انتوا هتعيشوا، والله العظيم بجد. انت عارف ايه اكتر حاجه مضايقاني؟ ان انت والكبير هتوحشوني اوي. امان عليك يا كبير. بص لعيالك، العترة وجنجول الصغير، ولو خلفت تنك يبقى سجني حسن قوم. ما تخافش، ان شاء الله يطلع اذكى مني ومش هيطلع عينك زي ما كنت بطلع عينيك. كلهم كان ليكوا عم بيحبوكوا اوي، ومات عشان خاطركم، عشان خاطر انتوا تعيشوا انتوا واصحابكم. يا جماعة انا عايز اعترف لكم بحاجة،
بصراحة كده الناس دي كلها اللي معايا ذنبها في رقبتي أنا، أنا ما كانش المفروض أطلعهم معايا من الأساس، وإن كان في حد يعني يستاهل إنه يفضل على النيزك ده ويموت فهو أنا، ولو جات لي الفرصة دي إنه واحد بس هو اللي يختار إنه يفضل على النيزك وهو اللي يفجره كنت هختارها. لعلمك أنا بقول الكلام ده مش عشان أنا كده كده ميت، لا أنا بقوله بجد من قلبي. لو الزمن عاد نفسه وكان لازم شخص واحد بس هو اللي يموت كنت هاخد انا المسؤوليه دي. نقطة على الجاب يا عم، عايز يا عم استنى يا عم، انا بصعبان نفسي كاش ان الواد استنى. لو الزمن عاد نفسه يا قطه حدل، عايز ايه؟ انا صلحت المكوك. احنا مالنا يا عم؟ لو الزمن عاد ايه صلحت الايه؟ انا صلحت المكوك. كو 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 كوك كوك كوك. اتحركوا يا جماعة في أسرع وقت. عشت سلام. كوك 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 كوك. طب يلا يلا يا جماعة، يلا عشان نلحق نرتاح، يلا يا جماعة عشان ننزل الأرض. يا جماعة استنوا، ايه الفرحة؟ نسيتنا حاجة مهمة. مين اللي هيفضل فينا عشان يفجر القنبلة دي؟ عشان في ناس بتستقبل هنا. أظن شرحة نفسها. مين اللي قال أنا أتمنى إن أموت لوحدي؟ حزلقوم. مين اللي كان بيقول أنا أستعد أضحي بنفسي والعالم كله يعيش؟ حزلقوم. مين اللي كان بيقول ذنبنا كلنا في رقبتي؟ حزلقوم. يا سلام، يعني اللي هيقعد هنا ويفضل القنبلة هيبقى بطل والعالم كله يتكلم عنه؟ يا بختك. إلا بطل يا هجرس، ده هيخش التاريخ من أوسع أبوابه واسمه هيتحط على أشهر التماثيل وأشهر الميادين وأشهر محطات المترو. تخيل كده يا سيد حزلقوم، لو المترو الجديد اللي هيروح لحدائق الأهرام يبقى فيه محطة اسمها محطة حزلقوم. يا سلام يا دكتور، لو يعملوا له محور 26 حزلقوم. ايه، ويبقى فيه الطريق الحزلقومي. الله. ويا سلام لو فيه نفق الشهيد حزلقوم. ما هيبقى فيه حزلقوم المحطة واحد يا حزلقوم. ايوه، وادي حزلقوم ومنشيه حزلقوم وحزلقوم فيستيفال. ايوه، وحزلقوم الجديده وعين حزلقوم ولا زهراء الحزلقوم. لا انا خلاص كده هلبسها. انت لبستها خلاص وسبحان الله تقولش متفصله عليك. طب هدرس. نعم. بقول لك ايه، مش عاوز تستنى معايا ونبقى بطلين ويبقى تبقى المحطه اسمها هجرس وحزلقوم؟ ليه يعني؟ دي موضه يا عم حلوه قوي في الارض، الحاجات الناجحه كلها اسمها حاجتين زي سمير وعلي، توم اند بصل، اتشي وام، بولن بير اللي هو شد ودب. الله، فكره حلوه جدا، انا موافق. لا ولا فكره حلوه ولا حاجه. بص، لو عاوز حاجه وحاجه خليها حزلقوم وحزلقوم، كيف علي وعلي؟ الله، برضو فكرة حلوة جدا، أنا موافق. لا لا مش حلو، كده هيبقى شكلنا بنقلده أو باين أوي أوي حزلقوم وحزلقوم بنقلد علي وعلي، لا. خلاص، خلي عندك ضمير وردع الحج لأصحابه، خليها حزلقوم وعبد الغفار يانج. إيه يا عم اسمه عبد الخالق يانج؟ عبد الخالق يانج. لا يا عم ده طويل، ده أطول من رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. طب بقول لكم إيه؟ تعالوا نقعد كلنا ونفكر في اسم يكون أحلى. يا دماء انا حاسس بمؤامره هنا. ازاي عمال بيهملة وبيستدردنا علشان نموت كلنا معاه؟ صح. لا 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 لا، بص طب يا جماعه، طب ما تيجي نشرب شاي وترقص لنا فرحه و... شفتوا شاي ايه يا دماء؟ فات 5 دقايق من 10 دقايق. يلا بينا. استنى يا جماعه، يا جماعه ودعوني، طب الاول تاخر بره هتشوفوني. سلام. الوداع. باي باي. بروفوا. استنى يا اشرف، استنى يا اشرف. عايز اوصيك يا اشرف على حاجه. قول. يا رب. 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 يا رب
نسمع كلمة يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ واه فين اسرف؟ اشرف؟ بص يا عم اشرف، قوم يا سعدكم، الامر لله وحده. عايزك تنزل في قلب الحفرة خمس دقايق بالظبط على الساعة. ماشي. عقبال ما انا اروح ايه اخطف مشوار هنا سريع في شهر العقاري. ماشي. لو اتأخرت انا عن خمس دقايق على الساعة في قلب القنبلة في زرار احمر مكتوب عليه بوم. مكتوب عليه ايه؟ بوم. بالظبط. انا اعرف لما ادوس عليه انك بتستعجلني. ماشي، بس اوعى تكون بتضحك عليا ويكون في كهرباء يكهربني. كهرباء؟ ايوه. عيب يا جرع، يا جرع عيب، انا عمري اشتغلتك قبل كده. لا ما حصلش. انت طيب قوي يا اشرف. الله يخليك يا سعد الجوم. هتوحشني يا جرع. ده كل خمس دقايق يا بوي. خمس دقايق انا خلصت ادوس على زرار الاحمر تيجي. ده طلع طيب قوي. جاست ان كيس يا اشرف. اركض في سلام يا حبيبي. يلا يا جماعه الحيطه من الميت. يلا يا اخوانا كل شد الحزام. معلي دوسي على الزرار اللي هناك ده. نقول اللي جنب المربع الكبير اللي هناك ده. مين؟ نهين ايه؟ نهين ايه؟ دوسي على الزرار اللي هناك ده. اهو يا عم اهو اهو بالراحه. انت اصلا سنجاب مالكش حاسه. يلا يا اخوانا اهو بالنبي. بالفرحة ويدادني ويداد يا استاذ شين. روح معاه ما تخافش. على ضمانتك؟ على ضمانتي. شفتك ايه شغل العيلة صغيرة دي؟ خدوهم. لا لا تعني انا اخو البطل هادي. انا اخو حتلكم. ايه اللي تعملوه ده؟ ألف 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 مبروك يا ابني. الله يبارك في حضرتك. مصر كلها مديونة لكم. أنا كنت واثق إن أنت هتنجح. أنت ولا واثق ولا أي حاجة، الكلام ده كاوتش وبتقول أي كلام وبتملى عشان ما بقاش شكلك وحش، أنت أساسا ما كنتش واثق فيا. طب أديك أمارة؟ آه. فاكر لما كنت عندي في المكتب وأنا خبطت على كتفك خبطتين كده؟ كنت شرقان. لا أبداً. دي شفرة. شفرة؟ شفرة الثقة. اللهم صل على النبي، عليهم حاجات يا جرع رهيبة. عموما احنا الفضل لله طبعا في الاول وفي الاخر،
دي اقل حاجه بعملها انا والتيم بتاعي، اقل حاجه. واحنا بنعمل كده اساسا عشان مصر وعشان العالم كله يعيش. وهو فين الشيك بتاعي؟ ايه الشيك؟ جاي مع المحاسب في ميكروباص البريك. مع المحاسب في ميكروباص البريك. انت كوفت ولا بنيه؟ لا انا كنت مهبط، طلبت كاستر. محاسب ايه يا ابو محاسب؟ انت تاخدني في دوكه؟ قال لك محاسب. ايوه انا خبر الحركات دي زين. هيقول لك دلوقتي معلش نعوضها لك في النيزك اللي داي، واحنا لسه داخلين على كوارث كتيره قوي. عيب تقول الكلام ده، انت ابن المكوك. هو انا اجي له امتى؟ هو مين؟ ابوك. ايه وتجي لابويا ليه؟ هات ايه؟ لا سيب ايدي. انا هطلب ايدك. سيب ايدي. طفيلي شويه. سيب ايدي. فرتك لليلك. كل ده انت عارف انا تبع مين؟ اخطر رجل في العالم. معتز انت مرضاش صاحبي كده، وعامل لك كل ده في كل الجرايد والمجلات. ماشي انا كنت مش هسلم من نظرك يا ساحة الجوم، بس المرة دي حلوة، نيجي نعملها تاني. اشرف اشرف